عليكم السلام، مساكم الله بالخير جميعا. بس ابي اتاكد تسمعوني عدل ولا الصوت مو واضح، لان عندي الطابعه شغاله وكذي شوي ازعاج. اهلين، انا الحمد لله عساكم بخير ان شاء الله. انزين، اول شيء تسمعوني؟ خلنا اتاكد بس، اول شيء تسمعوني؟ تمام. انزين. ماما خلاص بديت لايف. anyway، حبايبي انا ما عندي موضوع حق اللايف صراحه، ولكن وايد عندي اسئله قاعد تجيني على الخاص، فقلت اجاوبها باللايف اسهل لي، لانه وايد قاعد يصير لويا. فاللي عنده اي سؤال، لان الخاص صدق والله العظيم مو ملحق اني اشوفه، فاللي عنده اي سؤال يتفضل يسالني هني وان شاء الله راح اجاوب. انزين، خل اشوف اسئلتكم. شلون اجيب معدل بمواد التخصص؟ باي ذا واي راح اعطي اولويه حق اسئله القدرات، لان امتحانهم وايد قريب. فاللي عندهم اسئله بخصوص القدرات ايضا يسالوني. انزين، شلون اجيب معدل بمواد التخصص؟ اي ماده بالدنيا، اي شيء، سواء يعني متوسط، ثانوي، جامعه، ايا كان الشيء اللي انت تبي تنجز فيه وتسوي فيه زين، لابد ان انت تدرس اول باول. وطبعا الدراسة أول بأول لازم تكون بداية عن طريق شنو؟ إنك تنظم وقتك. الإنسان الناجح دائما يكون الإنسان اللي يعرف شلون يستغل وقته وينظم عدل. شلونك مزدلال؟ الحمد لله أنا بخير. ما أحب أبلات الإنجليزي. يلا ما يخالف، ينقص حبنا شخص واحد مو مشكلة، أو ينقصون أحبابنا شخص واحد مو مشكلة. عندي سؤال، كمدرسة شنو أحسن مرحلة، متوسط ولا ثانوي؟ بليز ردي علي. سؤال وايد ممتاز، وكل سنة يسألوني هالسؤال مو أقل من 10-15 مرة. كل مرحلة في لها مميزات، خلونا نقول يعني أنتوا عندكم ال خل نقلب كذي عشان تصير صفحة نظيفة. كل مرحلة لها امتيازاتها ولها عيوبها. فأنتوا تتكلمون عن الانترميديت المتوسط، أوكي، فتش الخط ما يخالف، وعندكم الهاي سكول اللي هو الثانوي أو السكندري سكول يسمونها، صح؟ كل فئة عمرية لها شيء مختلف. أول شيء خلونا نتكلم عن الثانوي، كوني أنا كنت معلمة ثانوي بس عندي خبرة هم زينة في تدريس المتوسط. انزين، بالنسبة حق الثانوي، أول شيء المنهج يكون أدسم، هذا معروف، تمام، بكل المواد، عربي، انجليزي، رياضيات، المنهج دائما يكون أدسم. فلازم أنا كمستوى أكاديمي، يعني أنا لازم يكون مستواي بالمادة العلمية زين. أنا لما أقول المادة العلمية مو معناتها فيزياء وكيمياء ورياضيات، لا، المادة اللي أنا أبي أدرسها لازم أكون وايد شاطرة فيها، لأني راح أدرس منهج شوي دسم. اثنين، عندكم التصحيح مال الثانوية العامة، استغفر الله، يغث، تقعدون أيام ورا بعض من الصبح ليه بالليل تصحيح. يعني هذه من أبرز سلبيات تدريس الثانوي، ولكن شغلة إيجابية أن أنتوا راح تتعاملون مع ناس كبار بالعمر. طلبة الثانوية يعتبرون كبار، عرفتوا شلون؟ فممكن بالتفاهم، بالكلمة الحلوة وكذي، ممكن أنه وايد أنتوا تتقبلون المرحلة هذه، وممكن الطلبة حتى يعني يتعاملون معكم بشكل زين إذا كسبتوهم بالكلمة الحلوة للأمانة، لأن الفئة هذه يعني يكونون بعز مراهقتهم، عرفتوا؟ بالنسبة حق المتوسط، المنهج أخف، ما في تصحيح، ثانوية عامة، الامتحانات تكون من المدرسة نفسها، حلو؟ ولكن العيب الرئيسي هني شنو؟ إنه هم صغار على بالهم إنهم كبار. صراحة هم صغار على بالهم إنهم كبار. فشنو يصير هني؟ الاتيتود، الأطباع، التصرفات، التمرد هني على زود. إيه، في بالثانوية كذي، لكن بالمتوسط شطانة الصغار مع نفسية الكبار، عرفتوا؟ مندمجين بشخصية واحدة، ولكن أيضا باللعب، بالكلمة الحلوة، تكسبونهم بسرعة طلبة المتوسط. زادنا قلنا المنهج أخف طبعا. بالحالتين هذول مراهقين، فالمرحلة هذه سبحان الله كل مرحلة لها مشاكلها. يعني هني مثلا إهمال من الأهل وغيره، فتشوفون طبع الطالبات أو الطلبة يكونون شوي أوكي تمرد، لكن ما في مشاكل شايدة. ندخل على الثانوية ندخل يعني بمشاكل أكبر، انحراف، مخدرات، زقاير، حتى بين البنات، عرفتوا؟ فهني صعوبات أكثر. يعني أنا بالنسبة لي، أنا درست هني ودرست هني،
الثانوية يعني شو أقول لكم، قلبي قام يعورني من المشاكل اللي كنت أشوفها. يعني كنت أطلع أيام من المدرسة أبكي من المشاكل اللي كنت أشوفها صراحة، مو إن أنا صارت لي مشكلة، لا لا، يعني إن من كثر ما قلبي يعورني على البنات صراحة. يعني الثانوية يبي لها قلب قوي صراحة. فإن شاء الله أكون جاوبت على سؤالك. القدرات شو أسوي فيه؟ أدرس له. شنو موضوع القدرات؟ عطيني سؤال سبيسيفيك شوية. تحلين واجبات؟ لا طبعا، لا طبعا، أنا مو مدرسة خصوصي. سألتك بالأسك؟ ما عندي أسك أنا، أنا بعاشر شلون أدرس إنجليزي. يعني ما أدري، ما يعني دراسة الإنجليزي عموما، حفظ كلمات، تدربون على القواعد، تحفظون الأفكار أو السيت بوك مال الدرس علشان تعرفون الأفكار اللي ممكن تيكم بالتعبير. بس الحين أعتقد ما أدري إذا بيعطونكم صراحة تعبير ولا لا للأمانة. وتدربون على الترجمة، وهذه دراسة الإنجليزي. يعني Sarah looks pretty whether wherever she wears red or black. المفروض weather، لأنه wherever حق المكان. أبلتنا تتفلسف وايد. أوكي دكتورة دلال، قاعدة أحس إن أنا على فكرة مو دكتورة، بس وايد أحترم الناس اللي نادوني دكتورة. قاعدة أحس إن اللي قاعد يمتحنون محاولة فقط، مادة واحدة يجي متكرر، وش حالاته اللي يمتحن إنجليش يقول فقرة كاملة سهل، أما اللي يختار مادتين قاعد يجي صعب. ترى لا، هو نفس الامتحان. عندي مشكلة بقاعدة هوز هوم. إنزين، هوز هوم، شون أوصلها لكم بطريقة بحيث أنها تكون مختصرة وبنفس الوقت شو اسمه. إنزين الحين هوز تكون حق الملكية، بمعنى أن هذه الهوز صح، لازم يكون عندي هني المملوك، وهني لازم يكون عندي المالك. تمام؟ شلون يعني؟ نفس لما نقول مثلا the girl whose pen is lost مثلا، ملاحظين؟ فأنا عندي كلمة هوز هني، هذا المالك اللي هو منو؟ the girl. شنو ملكت الجيرل هني؟ ملكت البن. إذا أنا عندي شنو؟ عندي مالك ومملوك. البنت اللي قلمها ضايع، كذا كذا كذا. أما الهوم، الهوم لا، وضعها شوي الهوم وضعها شوي مختلف. الهوم تيي حق، سلامكم الله، خلاص أسوي كذي عشان الكل يشوف. تيي بحالة ال، excuse me، تيي بحالة المفعول به. شلون يعني؟ شلون أوصلها لكم؟ يعني اللي قبلها لازم يكون مفعول به. دائما فكروا فيها بهالجملة. بعطيكم جملة هني، أحب إن الطلبة يقيسون على الجملة هذه عشان الأمور تصير أسهل. نفس لما نقول the girl whom the teacher punished مثلا is my friend أو أيا كان. أوكي فلاحظوا هني أنا عندي شنو؟ عندي whom اللي قبلها يكون مفعول به. شنو يعني مفعول به مس؟ يعني وقع عليه الفعل. شنو الفعل هني عندي؟ punished. punish يعني يعاقب صح؟ فمنطقيا هل يصير البنت تعاقب الأبلة؟ لا طبعا، العكس، الأبلة هي اللي تعاقب منه، هي اللي تعاقب البنت. إذا الجيرل هني وقع عليها الفعل، عشان كذي حطينا هوم. تمام؟ وبالحالتين سواء هوز أو هوم، ثنتين هم وراهم اسم بالشكل هذا، عرفتوا؟ شنو بعد؟ إيه في شغلة، إن الهوم ممكن يجي بعدها ضمير، ضمير يعني مثلا I, she, you هذولا ممكن تي بعد الهوم، بس لا يمكن تي بعد الهوز. أوكي أتمنى أن إجابتي تكون شو اسمه. ممكن تشرحين كم جملة على قاعدة ING اللي دخلت بالقدرات؟ إيه ممكن، دام أنه ما عندنا موضوع معين حق اللايف. لحظة خل نفتح صفحة جديدة دقيقة. أوكي انزين، اللي هي قاعدة ال joining with ing. يلا ركزوا معي، معنا ويكند وأنا ما أحب أشرح قواعد باللايف، بس يلا على السريع.
شنو سالفة الفعل اللي بالING هذا؟ هذا يحل محل الـ relative clauses اللي هما منو الـ relative clauses whose whom whose whom where when وهذولا. أوكي؟ فمثلاً أنا بدل ما أقول the man who who مثلاً شنو sells ما أدري clothes is كذا كذا كذا. أوكي؟ فوين relative clause هني كهوة؟ شايفينه؟ فأنا بدل ما أحط relative clause شنو بسوي؟ بشيله وباخذ الفعل اللي بعده وبحط له ing. فشنو تصير الجملة؟ تصير the man selling clothes is كذا كذا. ملاحظين؟ بكل بساطة شلنا relative clause حطينا ing حق الفعل. حلو؟ اختبارات الفاينل العاشر ورقي ولا أونلاين؟ ما طلع شيء بهذا الخصوص صراحة. اللي بعاشر شلون يدرس انجليزي؟ مثل ما قلت لكم كل اي والله شوي شوي عليها يا جماعة. مثل ما قلت لكم نفس الفكرة، تحفظ الكلمات، تحفظ الكلمات، تدرس القواعد. ما يخالف هاجزي عندي مسوي شوي ازعاج، خلاص اصبر شوي. مثل ما قلت لكم تحفظون الكلمات، تدرسون القواعد، تدرسون السيت بوك، لان الافكار اللي بالسيت بوك ممكن تجي في سواء الترجمه او ممكن تجي حتى بالتعبير. حلو، وبعدين عاد تتدربون على الترجمه وايضا تتدربون على كتابه التعبير. ومثل ما قلنا ما نحفظ تعابير. شلون ادرس حق ماده 096 انجليزي تمهيدي؟ ما صراحه حسب المطلوب منكم بهالماده، لان ما اعرف لها للامانه. احنا بعاشر ما نعرف ندرس، لا دام وصلتوا لعاشر اكيد تعرفون تدرسون، بس محتاجين جايدنس شويه. بعولة في نماذج للتعبير للثاني عشر؟ لا ما في نماذج تعبير، في شرح لطريقه كتابه التعبير، ولكن الافكار اللي موجوده في الفيديوهات ممكن تستفيدون منها انتوا علشان تكتبون التعبير. القدرات كم يبي له ساعه علشان اخلصه؟ يعتمد على مستواك انت كطالب، يعني في طلبة ممكن يخلصون بساعتين يدرسونه كامل من اول قاعدة الى اخر قاعدة ويحفظون الكلمات وكل شيء، وفي طلبة لو يقعدون شهرين ما يخلصونه. فيعتمد على مستواك انت. ما تحسين عاشر ظالمينه بالمنهج؟ كل شيء جديد، احنا كنا بكفايات وفجأة جت اشياء جديدة. ايه الاشياء جديدة بس ترى مو اصعب. انا شارحة المتوسط من الصف السادس إلى الصف التاسع، وأيضا شرح الثانوي، فأنا عارفة منهج المتوسط شلون صاير وأيضا منهج الثانوي شلون صاير. أنا اللي أشوفه أن المتوسط كان أصعب صراحة، أنا أتكلم لأن ما في كمية الحفظ اللي موجودة بالثانوي. الثانوي حفظ حفظ رهيب رهيب، بس أنتم مجرد ما تمتحنون، أنتم لأنكم ترى ما امتحنتوا كورس أول، مجرد ما تمتحنون إن شاء الله من أول امتحان بتشوفون الأمور بسيطة. أنتوا على حظكم إن عاشر وصار يعني كورونا وكذي. خطتي هبل. لا لا كلش لا. أوكي ممكن تحلين آخر اختبارين اللي كانوا بيناير. حليتهم ونزلتهم بالتليجرام، فراح تشوفون ادشوا بروفايلي تشوفون في هايلايت اسمه التليجرام، دشوا علي دخلكم على التليجرام دايركت وبعدين شوفوا الحل. شن بعد شلون اترجم مواد ترجمه؟ شلون يعني؟ ما فهمت السؤال. اوكي شلون نواجه صعوبه كلمات القدرات؟ والله شو اقول لكم، يعني أنا بقول كلام وايد وبعدين بوجه كذي نصيحة دايما أقولها. أول شيء الفوكابلري في القدرات يجي من ثلاث أماكن مثل ما قلنا. طبعا الكلام هذا أنا قلته مليون مرة وهم برجع أعيده، يجي من الكلمات السابقة. خلنا نكتب إنجليزي لأن خطي أرحم وايد بالإنجليزي من العربي. So the previous exams امتحانات سابقة. هاكزي أقعد عاجل ماما، أقعد عاجل أقعد عاجل. إنزين previous exams مثل ما قلنا. الشغلة الثانية ممكن يجون من المناهج، المناهج حلو. الشغلة الثالثة من الكلمات اليومية، فخلونا نقول everyday vocabulary حلو. فهذه ثلاث أماكن ممكن يجي الامتحان
منها أو ثلاث أماكن ممكن تي أسئلة الكلمات منها، أوكي؟ فالمشكلة هني إن الموضوع كله معتمد على الحصيلة. إذا أنت ما عندك حصيلة صراحة، أنا ما بحبطكم، بس إذا ما عندك حصيلة صعب جدا إن أنت تتجاوز موضوع الكلمات، عرفتوا قصدي؟ يعني ممكن أنت تحفظ كلمات المنهج، لكن إذا ما تعرف كلمات يومية تقريبا راح، ما أقول راح عليكم الامتحان، لا مو لهالدرجة، بس أنت وحظك، إذا يابوا منهم وايد راح تنزل وايد، عرفتوا؟ نفس الكلام الامتحانات السابقة، أنت ممكن تحفظهم لكن هني عندك كلمات حصيلة. زائد المنهج إحنا ما نتكلم عن 10 11 12، أنا على فكرة سألت عن هالموضوع، سألت ناس يعني مسؤولين، ما أقدر أقول منه بالضبط، فيقولون من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر كل هالكلمات هذه معاكم، وممكن يبون أي كلمة فيهم، عرفت شلون؟ فما أدري صراحة شلون راح تتعاملون مع هالموضوع، بس المسألة مسألة حصيلة. علشان كذي هذه الحين نصيحة، الناس اللي ما وصلوا 12 للحين، أوكي، الناس اللي ما وصلوا 12 للحين لا تهمل المنهج مالك، حاول ان انت تأسس نفسك من الحين عشان ما توصل 12 بعدين تقول مس شلون ادرس حق القدرات، عرفتوا قصدي؟ فحاول ان انت تنقذ نفسك من الحين. البث راح يكون محفوظ باذن الله، انا متخرجة ما ادري ليش داش اللايف، بس تعودت اطالع لايفاتك استاذة دلال، حياكم الله. انزين ليش قلة الادب يعني السامية، السامية ليش قلة الادب، ليش الكلام هذا؟ لحظة خلونا نسوي كيك، والله مو عارفة شلون اسوي كيك صراحة. اوكي يلا سوينا كيك. عموما انا بعد خريجة من زمان، حياكم الله. النصيحة اللي تحصل له فرصة انه يكون طالب عند مس دلال، ترى هذه شيء حبيبتي حبيبتي، او انتي زينب صح حبيبتي والله. معلمين الانجليزي غالبا مكروهين، وهذا اكبر سبب اللي اثر على مخرجات المدارس وخصوصا بالانجليش. المصيبة ان نادر نجد معلم مثالي حببنا بالمادة، فالمشكلة مو بالمادة ولا فينا احنا. انا مع هالنقطة وضد هالنقطة، انا مع ان الطالب، لحظة عشان راح اكتب، انا مع ان المعلم لا دور كبير في انه يحبب الطالب في المادة او انه يكرهها فيها، انا معاكم 100% واتفق معاكم من الناحية هذه، حلو. ولكن يعني هذه معلومة ابيكم تعرفونها، ايا كان الحصيلة او التعلم او ايا كان الموضوع، التعلم زين عبارة عن شيئين، 50% شغل او اجتهاد، هذه 50%، خلونا نقول منهج او شغل وزارة او ايا كان الموضوع او شغل معلمين، 50% ملاحظين معلمين ووزارة ومنهج، وال50% الثانية هذه تدرون شنو؟ اجتهاد، امبي اجتهاد شخصي، شايفين؟ يعني هذه على فكرة، هذه الدراسات مو كلامي انا طبعا، مو 50% بالضبط، شيء تقريبي. القصد شنو؟ القصد انه في نسبة وتناسب بين الشيئين. شلون يعني؟ يعني صح العملية التعليمية بيد الوزارة وبيد المنهج وبيد المعلمين، ولكن تقريبا نص تعلمك انت معتمد عليهم، النص فقط، فالنص الثاني لا زال بيدك. يعني احنا لو نعطيك اكثر منهج مثالي بالدنيا واكثر معلمين مثاليين بالدنيا واكثر وزارة مثالية بالدنيا، فانت راح تتعلم بنسبة 50% فقط لا غير. اذا زادت قول 52، يبقى قول 60، اوكي، لكن تبقى النسبة الثانية بيدك انت. فانا لو افترضت ان انا وزارتي سيئة، المعلمين كلهم اللي مريت عليهم بالدنيا سيئين، والمناهج كلها سيئة، انا يبقى شنو؟ يبقى هذا بيدي، تبقى عندي نسبة كبيرة بيدي ان انا اطور من نفسي وان انا احسن من نفسي. ما اطق بريك واقول خلاص والله اللوم على الوزارة، اللوم على المنهج، واحط ريل على ريل واقعد، لا طبعا، اللي عنده طموح يشتغل على نفسه. انا نفسكم ترى، انا مروا علي معلمين سيئين، اللهم الله يذكرها بالخير استاذة منى الغربة، اللي عرفني من زمان يدري ان هذه اكثر انسانة حببتني بالانجليزي. هذه معلمة واحدة مرت علي بثامن، كنت بثامن، غير كذي معلمات الانجليزي كلهم اللي مروا علي كلهم سيئين، لكن اشتغلت على نفسي، طورت نفسي،
عرفت شلون؟ ما اي واقعد واحط ريل على ريل واقول خلاص والله المنهج مو زين، الوزاره مو زين، المعلمين يكرهونا. ما يصير. اذا انت انسان تبي تطور من نفسك، لو وين ما احطك ماكو شيء راح يوقفك. عرفت قصدي؟ اوكي استاذه تكلمي عن القدرات. سألوني أسئلة سبيسيفيك. شوف شوف، يعني أنا أعتقد إن المفروض إني طلعتها أنا من الـ من الـ من المحادثة، ما أدري إذا طلعتها ولا لا، بس شوف شوف الـ الـ شوف شنو كاتبة. قبلتي الانجليزي توها جديدة أول سنة، واستغفر الله شرحها مو حلو، وغير هذا واجباتها ضيم، وغير عن باقي الصفوف بالطريقة ونحيسة. حلو، لهني مو مشكلة. شوف التكملة، تخلينا نكتب موضوع شطولة وباقي الأبلات يعطونهم بس أوتلاين. أنا أصفق حق الأبلة هذه، أصفق حق الأبلة هذه. ليش؟ لأن تبيكم تتعلمون. باقي الأبلات ما لهم خلق، فيقولون حق البنات شنو؟ بس يلا بس كتبوا الاوتلاين على السريع واعطونا. ابلاتكم هذه لانها جديده مشتطه وفيها روح وكل شيء، تبيكم تتعلمون، فمو نحاسه منها، تبي تعلمكم. تبي شنو؟ تبي تعلمكم. ما ادري. وبعدين تقولون شنو؟ والله ايه ما اسسونا صح. انتم مالكم خلق تشتغلون، شلون تبون تتاسسون صح؟ اللي يسألون عن الفاينل للحين we are not sure. يعني تعرفين أحد يشرح منهج ثانوي بالإنجليزي رياضيات؟ للأمانة ما أدري، بس إذا رياضيات سألوا أستاذ براك العلي. وياك يا رب حبيبتي. ليش ما في نماذج تعبير؟ لأن بعولة، ليش ما في نماذج تعبير؟ لأن ما أبي الطالب يحفظ صراحة. حصل وكنت منزلة أنا نماذج تعبير بس كنماذج، اللي صار أن الطلبة قاموا يحفظون النماذج هذه. تقريبا كنت منزلة 6 أو 7، مو في علا لا، بمكان ثاني نزلت 6 أو 7، الطلبة حفظوهم. أوكي، مع أني كاتبة تحت كل تعبير لا تحفظونهم، وأن الحفظ راح يؤدي أن أنت ممكن تغلط وتنقص درجات، بس أخذوا أفكار. حلو، كاتبة بخط صغير تحت كلش، عرفته؟ الطلبة حفظوا التعابير هذه، دشوا الامتحان، بعدين شنو قالوا لي؟ مس دلال ولا شيء يبتي بالتعبير يانا. قلت شلون ولا شيء يبتي بالتعبير؟ ما ياكم thesis، ما يابلكم الهوك، ما يابلكم والله الparagraphing، topic sentence etc. ما يابلكم هذا كله؟ لا، التعابير اللي انت حاطتها ما يانا منها شيء. فهني قلت لا، حلو، يعني الطلبة قاعدين يحفظون التعابير ويبون نفسها copy paste يجي بالامتحان. أنا ما سويت كذي، عرفته؟ فما أبي صراحة الطلبة يحفظون. شلون عن كلمات القدرات؟ جاوبته، بس حبايبي ينعاد البث وشوفوا. ممكن تتكلمين عن موضوع المعلمين وطريقتهم بالتدريس؟ حاضر، بس سألوني سؤال شوي سبيسيفيك، مثل اللابتوب اللي سويتي عنه فيديو تشوفينه زين. أنا مثل ما قلت لكم، أنا فجأة الطلبة قالوا لي شنو لابتوبك شنو لابتوبك، بس هو عادي يعني، مو لابتوب يعني سبيشل، بالعكس في احسن منه وايد على فكره. بس انا الحين قاعده استخدم هذا، فايدني خصوصا بالاونلاين، لاني لما اشرح الاونلاين اكتب، عرفتوا؟ يعني احب اكتب بخطي دي، صدقنا الطلبه يعانون مع خطي، بس اسهل لي اني اكتب، اسهل ما اني استخدم الماوس وكذي، عرفتوا؟ فهذه حالاته يعني صراحه، حتى لأن الحين احنا نشرح أونلاين كهذا القلم بعد، يعني استخدمه حق الشرح وكذي، هذا الحلو اللي فيه، يعني هو تابلت وهو بنفس الوقت لابتوب. منورة أستاذة حبيبتي، بنورج. الأسك تحت مس، عبالي برنامج الأسك. قاعدة أشوف أسئلتكم، قاعدة أحاول أشوف سؤال مو مكرر. سؤال، الحين لو درست إنجليزي للقدرات لكن للأسف ما بدرجة حلوة يعني سيئة جدا، هل ممكن يلغونها وما تأثر على النسبة؟ Please answer.
الإجابة إن أنت عندك excuse me أنت عندك 3 محاولات حق كل مادة. حلو، فهم بياخذون الأعلى، عرفتي؟ يعني مثلا الامتحان الأول يبتي مثلا خلونا نقول 61 مثلا، الثاني يبتي 72، الثالث والله يبتي 50 خلونا نقول، يدورون الأعلى، الأعلى منه 72 فياخذونها كذي. إذا ما عندي حصيلة لغوية شلون أقدر أحل سؤال الفقرة؟ وإذا في كلمات أحفظها من وين؟ الكلمات مثل ما قلت لكم، عيدوا البث وراح تشوفون شنو قلنا عن الكلمات. إذا ما عندي حصيلة شلون أقدر أحل سؤال الفقرة؟ مو أسئلة الفقرة اللي هو خلونا نقول الريدينج كومبريهنشن، صح؟ إنزين، الريدينج كومبريهنشن حق القدرات أنا أتكلم، أوكي؟ القدرات، أوكي؟ معتمد على شغلتين، معتمد على الاستراتيجيز، استراتيجيز، حلو؟ هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية يكون معتمد على الفهم. أنا أقدر أساعدك بالاستراتيجيز، أقدر أعلمك استراتيجيات، وأنا شرح الاستراتيجيات كلها الحمد لله في علا وواضحة جدا وكذي. الاستراتيجيز هذه تساعدك بالقراءة السريعة، تمام؟ يعني توفر عليك وقت الحمد لله. لو تدشون تشوفون ردود أفعال الطلبة أنا حطتهم بالهايلايت، وايد قالوا إنه زاد عندهم وقت، 5 دقائق زاد عندهم، 10 دقائق صار عندهم وقت ينقلون الإجابات ويراجعون وغيره وغيره، عرفتوا؟ فالحمد لله الاستراتيجيز تساعد، لكن هني الحكي، الفهم معتمد على حصيلتك انت ايش كثر مجمع لغة. ما في طريقة للفهم، عرفتوا؟ ما في طريقة خطوات انت تسويها عشان تفهم، يعني والله اول شيء تسوي كذا وبعدين كذا وبعدين كذا راح تفهم الجملة، لا ماكو. ليش؟ لان مثلا انا اعطيكم جملة مثلا the table is beautiful مثلا، اوكي؟ هذه الجملة بسيطة جدا، لكن تخيل ان في عندك طالب ما يفهم شنو يعني table وما يفهم شنو يعني beautiful، عمرهم ما مروا عليه، يعرف ذا ويعرف از لكن ما يعرف تيبل ولا يعرف بيوتيفول، شلون بيتصرف بهالجملة؟ ما في أي طريقة إنه يفهم الجملة هذه إلا إذا عرف معنى كلمة تيبل ومعنى كلمة بيوتيفول. إذا الفهم معتمد على شنو؟ أيضا معتمد على الحصيلة، مو على الكلمات، معتمد على شنو؟ الحصيلة. فأنا ممكن أساعدك بالاستراتيجيز لكن ما أقدر أساعدك بالفهم. فأيضا أرجع أكرر نفس الكلام، اللي ما وصلوا 12 للحين اشتغل على حصيلتك، تمام؟ شلون اشتغل على حصيلتي؟ انا مسويه فيديو شطوله فوق الساعة وانا اشرح فيه طرق مختلفة عشان الواحد يطور حصيلته باللغة الانجليزية، تلقونه بالاي جي تي في. اي جامعة احسن حق الصيدلة؟ للامانة ما عندي فكرة، خطج خط دكاترة، ثانك يو، الله يجبر بخاطركم ان شاء الله. مستعبانة شوية الحساسية شوية هالفترة. شلون نحل قواعد القدرات بالامتحان إذا ما كان في كيورد بالجملة وشكرا؟ انزين، في قواعد ما تحتاج كيورد في قواعد مجرد أن أنت تشوف وضع الجملة. طبعا السؤال هذا يبي له شرح مطول وايد، يعني أحيانا ما يكون في كيورد لأن الجملة ما تحتاج كيورد، عرفتوا؟ ممكن يكون في أوريدي فعل ثاني بالجملة يدلني على الزمن مال الجملة، إذا كان السؤال عن الزمن. يعني في أحيان السؤال ما يكون عن الزمن أساسا، يكون عن شيء ثاني، يكون عن استخدام أحرف الجر مثلا، أو استخدام أو قاعدة if، قاعدة wish، inversion على سبيل المثال، عرفته؟ لكن إذا كان السؤال عن الزمن وما في keyword، إذا أنا أشوف الفعل الثاني اللي موجود بالجملة، أكيد هو اللي راح يعني يدلني على شو اسمه الجملة. عادي هم تحل مكان هو؟ لا ما يصير، لأن الهو وين ورقتي كاهية، مثل ما قلنا الهوم لازم يكون وراها اسم أو يكون وراها ضمير، أما الهو اللي هي هذه زين دائما يكون وراها فعل verb، فما يصير يحلون محل بعض. قاعدة make و do للصف 12 موجودة بعلا، هذه مو قاعدة أساسا حبايبي، هذه مجرد كلمات تحفظونها، عرفتوا؟ يعني تحفظون إن مثلا homework تاخذ do، you do your homework، عرفتوا؟ وشن بعد و you make a mistake، تحفظونهم، مو قاعدة ما في لها فهم أو خطوات أو كذا، مجرد إن أنتوا تحفظون. والله ترى homework تاخذ do مثلا و mistake تاخذ make، عرفتوا؟
شكرا لانك شرحت القاعده. العفو. تسوين فيديو وانت تحلين اختبار القدرات عشان افهم شنو سبب اختيارنا للاجابات. وما اقدر اجاوب على هالسؤال، هو صعبه شويه بس ما اقدر اقول لكم ليش صراحه، بس حيل صعبه، موضوع خارج عن ارادتي يعني. يعطيك العافية من زلال بالعطلة، كنت أقرأ قصص لما قلتي لنا نطور اللغة، الحمد لله يا رب تطورت لغتي، الحمد لله. شفتوا؟ مشكورة مس، يعطيك العافية. العفو، برافو عليك، برافو. مس ممكن تسوين قدرات دورة هني وتحلين الاختبارات كاملة، دورة قدرات باللايف حيل صعبة. وايد صعبة. بس عموما عندكم ترى دورة علا جدا ممتازة، جدا جدا ممتازة، والسعر جدا رخيص يعني مقارنة بالأماكن الثانية. شنو القصص اللي قريتيها؟ السؤال مو حقي. دكتورة دلال بليز ردي الحين، أنا لو بدرجة كلش. جاوبت على السؤال. قاعدة هم دائما مفعول به يجي أول شيء، إيه دائما. الاختبارات حق 12 ولا كل الثانوي؟ للحين مو مبين، بس المفروض حق كل الثانوي. شلون اذا ابي اطور نفسي من ناحيه كتابه التعبير؟ تدخلين على الاي جي تي في مالي، في فيديو اسمه الكتابه الحره، ضروري تشوفينه، جدا ممتاز. تعرفين احد يشرح؟ اوكي جاوبته. مس دلال الدرجه الواحده كم بالقدرات؟ الدرجه الواحده كم بالقدرات شلون يعني؟ انا تخصص انجليزي وما اعرف اترجم الجمل، افهمها بس ما اعرف اترجم وساعات اطول، شو الحل؟ اوكي سؤال صعب، يعني انت فاهم الجملة بالانجليزي بس مو عارف توصلها بالعربي، عدل؟ اذا كان كلامي صح فمعناته ان مشكلتك اساسا بالعربي مو بالانجليزي، فما ادري شلون راح اساعدك، بس اعتقد لو انت اول شيء كثرة التدريب تساعد وايد، يمكن انت ناقصتك مصطلحات بالعربي علشان تعرف توصل الترجمة. أنا خذيت أتذكر كورسين ترجمة أيام الجامعة، بالبداية في صعوبة أن أنت فاهم الجملة بالإنجليزي بس شلون أوصلها بالعربي، عرفتوا؟ يمكن إذا شفت أفلام وحاولت تركز على الترجمة يمكن تفيدك الشغلة هذه، بس أساسا ترجمة الأفلام عليها ملاحظات، أنا شخصيا وايد ألاحظ أخطاء يعني. أوكي قاعدة أشوف سؤال مكرر، أسمع وأقرأ الكتاب مع بعض عشان النطق. ما أتذكر شنو كان السؤال اللي بالبداية، بس إذا تبون تطورون الفهم والاستيعاب، يعني الفهم بشكل عام تبون تطورونه، يفضل أن أنت تقرأ وتسمع بنفس الوقت. إيه تبي تطور القراءة عندك أو القراءة الاستيعابية فأنت تقرأ من دون ما تسمع، تبي تطور الاستماع الاستيعابي فأنت تسمع ما تقرأ، عرفتوا؟ لحظة خل أكتبها أحسن. إنزين اللي بيطور عنده اللغة بشكل عام، خلونا نقول اللانجويج بشكل عام، فشنو تسوي؟ لازم تقرأ read plus listen، اثنينهم بنفس الوقت، إن أنت تقرأ وتسمع. طبعا في كتب مسموعة اللي هي الأوديو بوكس، كتاب يكون مع سي دي، او مثلا يكون يدخلك على موقع يعطونك رابط تدش على موقع وتشغل الملف الصوتي فتسمع احد يقرا الكتاب نفسه اللي انت شاريه، فانت شنو تسمع وبنفس الوقت تقرا، تتبع بعينك وايضا تسمع احد يقرا، فهذه شغله تطور لك اللغه بشكل عام. تبي تطور الفهم بشكل عام تسوي نفس الشيء، قراءه واستماع بنفس الوقت مع بعض، حلو. تبي تطور الريدنج كومبريهنشن اللي هو شنو؟ اللي هو القراءة الاستيعابية، يعني لما تقرأ تبي تفهم اللي تقرأ، هني شنو تسوي؟ هني لازم تقرأ ولازم يكون سايلنت ريدنج، سايلنت بينك وبين نفسك تقرأ، تمام؟ انزين نقول ان انت تبي تطور الليسنينج كومبريهنشن، احنا دائما نسمع في ريدنج كومبريهنشن، دائما نسمع في reading comprehension لكن يمكن ما مرت علينا وايد listening comprehension، لا هذا يسمونه الاستماع الاستيعابي. فهني انت شنو تسوي؟ هني انت
تسمع من دون قراءة، فقط استماع. حلو؟ ويفضل انك تكون لابس هيدفون علشان يكون في تركيز. شنو بعد؟ تبي تطور السبيلينج مثلا، لازم تقرا من دون استماع. تبي تطور النطق، تسمع. وما في اشكاليه لو سمعت يعني وانت تقرا بنفس الوقت بالحاله هذه. ليش ترجمتك لبعض الكلمات مو واضحه؟ مثلا كلمه كيرنت انت كاتبه حالي، انا حسبالي يعني في سكر. اوكي. وكلمه opponent كاتبه خصم، حسبالي ديسكاونت. والله ما ادري يعني، والله ما ادري، الغلط علي انا سموحه. انزين. حاولي ما تترجمين كل شيء عشان تقوي الحصيله عندك. برافو، ثانك يو. ان ثانك يو دلال انك قلتي النقطه هذه. اذا بتقرا لا توقف وتترجم، لما تسمع لا توقف وتترجم، لازم تكون عمليه متواصله. ليش؟ تلقون فيديو اسمه بالاي جي تي في اسمه مهاره التعامل مع الكلمات الجديده، شرحت لكم كل شيء بالتفصيل وشلون العقل او المخ يتعامل مع الكلمات الجديده اللي نقراها او الكلمات اللي نسمعها. فوق الأربعين كيف يتعلمون؟ عادي، حالهم حال اي احد. عندي ولد بالصف الثامن مشكلة عند بالقراءة وكتابة التعبير، شلون يتعلم؟ excuse me. شلون يتعلم يكتب التعبير؟ انزين، بالصف الثامن ضروري يشتغل على نفسه قبل لا يوصل 12. نصيحة 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 أولياء الأمور إذا متابعيني، أو أي أحد عنده أخوان صغار، إذا عندكم أحد بالمتوسط نصيحة يشتغلون على لغتهم قبل لا يوصلون 12. نصيحة يا جماعة، لا يتوهقون ب12. حلو؟ إنزين، شنو يسوي؟ شنو بيسوي إذا بيتعلم يكتب تعبير؟ في فيديو اسمه الكتابة الحرة، وايد ممتاز وفي أفكار وايد حلوة. لازم يحاول إنه يطبقها على الأقل بشكل يومي، لو 10 دقائق ربع ساعة. بدونك كنت راسب ب10. فجأة صرت ما أعرف أرد على الكلام الحلو صراحة. Thank you so much. بالتوفيق وإن شاء الله ما تحتاجوني أصلا. أوكي. أحس قبل المعلم يكره الطالب ويحب يكره الطالب ويحببه فيها لما كنا صغار وما كان عندنا وسيلة نتعلم إلا المعلم. برافو برافو يا سارون. سارون صح. الحين مع التطور عادي حتى لو المدرس مو متقبلة الطالب ما راح يتأثر فيه. ممكن يتأثر. أنا إنسانة لما كنت صغيرة كنت يعني أتأثر بالمعلمين وايد. أنا حاطة قصتي على فكرة باليوتيوب. يمكن جيت نوعين من أنواع المدرسات اللي تعاملت وياهم. واحدة كرهتني حتى بنفسي، كنت أكره نفسي، جتني فترة أنا أكره نفسي لما كنت بالمتوسط. والثانية هي السبب اللي أنا وصلت للحين، مس منى الغربة، دائما أتكلم عنها، دائما أتكلم عنها لأن هي السبب اللي أنا وصلت للحين. فأعتقد حتى لو حتى بظل التطور المراهق بشكل عام يتأثر باللي أكبر منه. عرفتوا شلون؟ لأن ما أدري هذه الفئة العمرية وايد حلوة من الناحية هذه، إن تتعلق وايد بالمعلم. ممكن ما يتأثر فيه، لا أقصد طبيعي إنه بيتأثر فيه، ولكن لو ما تعلم منه ممكن يتعلم من غيره. يعني كأنتوا شلون عرفتوا مس دلال عبد الله مثلا؟ عرفتوا شلون؟ يعني لو كنا على أيام قبل ما كان عندنا يوتيوب وندور مدرسين باليوتيوب وكذي. راح تسوين دورة حق راح تسوين دورة حق القدرات، امتحاني 10/4 وابي افهم القواعد. للاسف مثل ما قلت لكم حاليا ما عندي دورات الا في علا. الصح لازم البحث والاطلاع، برافو، والمعرفة. بس المشكلة نظام مدارسنا معتمد على الحفظ والاستماع فقط، ما يعطونا مجال. لا بالعكس بالعكس، انت بالعطلة. انا شلون طورت لغتي يا جماعة؟ انا ترى لغتي كانت متوسطة كذي، يعني
درجاتنا ما كانت نفسكم ترى، احنا قبل كان كل شيء من 20 على ايامي انا، ايام 1650 كان يعني شهادتنا كل شيء من 20، كل المواد من 20 ما عدا كنا البدنية والحاسوب، والله ما اتذكر. فيعني كنت من 20 يعني اي ب 15 14 بالانجليزي عرفته. بعدين عاد من الصف الثامن التاسع تقريبا كذي، او ما اتذكر يعني بهالحدود تقريبا، لا اشتغلت على نفسي وصرت الحمد لله صرت من الاوائل يعني، عرفت شلون، وكملت ماجستير بتخصصي، هم طلعت من الاوائل على الدفعه وتكرمت هناك، السفاره كرمتنا والحمد لله رب العالمين. طيب شلون هذا كله صار؟ الواحد يشتغل على نفسه عرفته. ما اترك نفسي، لو كانت مدرستي اسوأ مدرسه والبيت عندنا مثلا احباط مثلا وما حد يؤمن بقدراتك، الكل يحبط فيك والكل يعني يطقيك من كل صوب، والمدرسه سيئه والوزاره سيئه والمعلمين سيئين والمنهج من أسوأ إلى أسوأ، عرفت شلون؟ هم بيدك إنك تحسن من نفسك، عرفت شلون؟ ستيل أنت بيدك 50%. وين ورقتي هذيك؟ وينها؟ كا 50% شايفين؟ انزين يسبون الأبلة عشان قاعدة تأدي عملها على أكمل وجه، هذا سبب الفشل ترى بالضبط والله العظيم. يعني أنا الحين أدرس بكلية، الكل يدري، أشوف الطلبة، أنا عندي تويتر وقاعد أقرأ كلام الطلبة عرفتوا، لما أشوف المدح على أحد يكون المدح على شنو؟ للأسف طبعا مو الكل، مو الكل، البعض يعني. في ناس تقول والله أخذي عند أستاذة فلانة أو أستاذ فلان تطلعون من عندهم فاهمين ومتأسسين وكذي، وفي ناس أسمعها أخذوا عند الأستاذ الفلاني لأنه وايد يغيب، أخذوا عند الأستاذ الفلاني لأنه ما يعطي هومورك، أخذوا عند الأستاذ الفلاني لأنه كلاساته فلة والوضع. قاعدة أكره الكلام بتويتر وقلبي يعورني إن الجيل هذا صار ما له خلق حتى يتعلم، ما لهم خلق، شيء ضيق الخلق والله العظيم. أنا ساقطة بالإنجليزي، إذا المعدل المكافئ يدخلني أخذ الإنجليزي تمهيدي حسب المعدل المكافئ أعتقد، وإذا كانت الكلية يعني تقبل بالتمهيدي. انت دشيتي الانجليزي كنتي تحبينه ولا لانك ما تعرفين دخلتي تحدي؟ لا انا عن نفسي كنت احب اللغه اي، بس ما كنت ممتازه فيها، واللي حببتني اكثر باني اكون معلمه اساسا مس منى الغربه، درستني بثامن، هي اللي خلتني اقرر ابي اصير معلمه يعني. ومع اني تخرجت من علمي، انا كنت يعني علمي بالثانويه، وكنت ثانويه عامه مو مقررات، يعني سالوا اهلكم قولوا لهم شنو الفرق قبل بين الثانوية العامة والمقررات، يسولفوا لكم ان الثانوية العامة وايد اصعب من المقررات. فهم انا متخرجة من علمي بعد، ونسبتي كانت تدخلني هندسة عرفتوا على ايامنا، عاد الهندسة كان يعني مو نفس الحين، يعني على ايامنا الثمانينات فوق 85 تدشون هندسة عرفتوا، وفوق هذا ما عندنا معدل مكافئ نفسكم، لا الدرجة كلها معتمدة تدرون على شنو؟ الكورس الثاني ب12 بس، تخيلوا الكورس الثاني كنا نمتحن كورسين مع بعض، الكورس الأول والثاني بامتحان واحد، مو امتحانين لا امتحان واحد، كذي كان نظام الثانوية العامة متخيلين، وماكو تراكمي ماكو مكافئ، يعني مستقبلكم كله معتمد على 12 الكورس الثاني فقط لا غير، وتمتحنون كتاب كامل كورسين بالامتحان الواحد، يعني عادي يبوا لكم الامتحان هالمتنة كذي الأبلة تحط بيب كذي يلا حلو تعالوا شوفوا عاد 40 صفحة الامتحان عادي جدا. فعلى الرغم من هذا لا، لأني حابة المادة وحبيتني أكون معلمة دخلت إنجليزي ودخلت تدريس يعني. الحين فيني كورونا يمكن وعندي امتحان قدرات، أكلم منه عشان يعيدون لي الامتحان. أول شيء الله يشفيكم إن شاء الله ويعافيكم. ثاني شيء في عندهم إيميل، مركز القياس والتقويم عندهم إيميل، فحاولي تطرشي لهم على الإيميل. احنا نخلص الساعة 2 والأبلة تطرش واجب الساعة 3 وتسكر 4 إلا تسكر 4 إلا. طيب احنا قايمين من 8 ل 12 أكيد بننام، وإذا طافنا الواجب ما تعيده، وأنا بالكويت
كورس الأول ما حليت الهومورك واحد، حرام كذي. إيه كذي حرام عاد. كذي حرام. أنا الحين جامعة وهلا هلا، لما أعطيهم امتحان ترى نادر أضغط عليهم. يمكن إن شاء الله زينب مو موجودة لأن كلاسها وايد ضغط. كلاسها يعني أذيتهم بالامتحانات. امتحانات وهومورك وكذي. يعني إذا الكلاس مأذيني إيه ممكن أعطيهم هومورك اليوم تسلمونه بعد شوي عادي أسويها فيهم، بس بشكل عام إذا الكلاس كان ملتزم وكذي يعني أعطي أيام. يعني مثلا أعطيكم الحين مثال، عندي واحد من كلاساتي الأحد أعطيتهم هومورك يسلمون الخميس مثلا، فما أدري أحس خصوصا بالأونلاين الواحد لازم يكون فلكسبل شوية. هل إذا أبي أصير معلمة إنجليزي لازم تكون لغتي بيرفكت؟ يعني لما توصلين لمرحلة انك صرتي مدرسة خلاص ودخلتي اليوم بالدرسين اول كلاس حقك، هني لازم انتي لغتك وايد ممتازة وايد. ليش؟ لان انتي قدوة حق الطالبات. افترضي ان انتي لغتك مو زينة، هذه النقطة وايد احب اني اذكرها لانها وايد مهمة بالنسبة لي انا. افترضي انتي لغتك مو زينة، حلو، سألي نفسك ليش لغتك مو زينة؟ راح تقولين بكل بساطة أبلاتي ما كانوا زينين، أبلاتي ما أسسوني، المنهج ضعيف، صح؟ فأبلاتك لأنهم مو زينين إحنا قاعدين نلومهم إن أنتي لغتك ضعيفة، صح؟ فما نبي إن أنتي تكررين اللي سووه معلماتك، إن تكون لغتك ضعيفة فما تأسسين طالباتك، صح؟ عرفتي؟ تبين تصيرين معلمة صيري، لغتك مو بيرفكت مو مشكلة، لكن من الحين لحد ما يجي اليوم اللي تصيرين فيه معلمة لازم تقوين لغتك، لازم، عرفتي شلون؟ علشان ما تصيرين، لأن والله العظيم والله العظيم المستوى يفشل هني صراحة بالحكومة أنا أتكلم، المستوى يفشل، فما نبي انحدار أكثر، عرفتوا؟ حرام نبي أحد ينتشل شوي العملية التعليمية عندنا خصوصا تدرس الإنجليزي. شنو اسمه الأستاذ أحمد البراك؟ من أحمد البراك؟ أوكي، براك العلي، أستاذ براك العلي. قاعد أشوف إذا في أسئلة. شنو أكثر قاعدة تكرر بالقدرات؟ يعني ما في شيء معين، يعني اللي بكتبه لكم الحين مو معناته ما يغيره، اوكي، بس الأزمنة، يعني في تركيز على الأزمنة، يحبون أزمنة البريزنت بيرفكت صراحة والباست بيرفكت وهم الماضي البسيط وايد يبونهم. الأمور التأسيسية مثلا، التأسيسية ما أدري إيش كتبت صراحة، يعني الضمائر، ما الضمائر، أحرف الجر، أدوات الربط، الأمور هذه قاعدة تجي بكثرة من 2018 قاعدين يبونها بكثرة. طبعا إف، قاعدة إف لازم تجي، والحين هابين بقاعدة الانفيرتد إف، الانفيرتد إف هذه دائما يعني تجي. أي مو معناته إنه ما يبون الأشياء الثانية، الباسيف يبونه، عرفتوا؟ شنو قاعدة تشرحين معالج أمر؟ ما أدري. أنا للحين ترى قاعدة يعني شكلي للحين فوق وللحين كنتوا قاعد تكتبون تحت. سيف اللايف إن شاء الله. شنو القاعدة الجديدة اللي داشة بالقدرات؟ اللي هي joining with ing. إذا عاد اللايف شوفوا مرة ثانية. شلون نكتب expository essay؟ الأنماط التعبير المختلفة حق 10 و 11 و 12 أنا شرحتها باليوتيوب، فدشي على اليوتيوب مالي، كتبي اسمي دلال العبدالله، دوري، دشي أي قائمة تشغيل، يعني أنت مثلا ب 12 دشي قائمة التشغيل مالت 12 الكورس الثاني، بتشوفين آخر شيء من ضمن الفيديوهات الأخيرة فيديو كذي من برا يبين لونه أصفر مكتوب أنماط التعبير المختلفة، وراح تشوفين الشرح مال الإكسبوزيتري أساي. والله مستعبني الإنجليزي، ما أدري شو الحل. ليش؟ أتطور بس مو وايد. هذا الصح محمد، هذا الصح. التطور السريع يقابل نسيان أسرع، التطور البطيء معناته أنه يا جماعة هذه لغة، صح؟ أنا دائما أشبه اللغة بالطبع، كأنك أنت تبي تتعلم طبع جديد. افترضوا أن إنسان ما يصلي، حلو،
مع فارق التشبيه طبعا، بس علشان اوصلها لكم بطريقة اسهل. افترضوا ان الشخص افترضوا ان الشخص ما يصلي، علشان يصلي لازم يتعود صح؟ مرة مرتين تشوفونه بالبداية يستثقل يأخر الصلاة وما ادري شنو صح؟ شوي شوي مع الوقت اوكي صلاة واحدة صح، ثلاث صلوات اوكي مو ذاك الزود، مثلا مرة ما يتوضى مرة ما ادري شنو، لحد ما شوي شوي بعد فترة طويلة تلقوني يعني ملتزم باوقات الصلاة، يمكنها الفير شوية يأخرها، العشاء شوية يأخرها، لكن شوي شوي مع الوقت شنو يصير؟ تلقونه يتعود صح؟ مع الوقت تلقونه خلاص صارت الصلاة جزء من حياته، صارت شيء ما يقدر يستغني عنه، صار متعود على طول ينطر تليفونه متى يأذن عشان يروح يصلي صح؟ نفس يعني مع فارق التشبيه، بس اللغة أيضا طبع، لازم الواحد يتعود على اللغة. شلون؟ شوي 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 مع كثرة الاستمرار بالتدريب وبالقراءة والأمور الثانية هذه، راح تشوف إن في تصاعد بطيء في لغتك. هذا اللي أنا أبيه. إذا كان تصاعد سريع راح تنسى. نفس خلوني أعطيكم مثال أسهل، الوزن. دايما يقول لكم شنو؟ اللي ينزل وزنه بسرعة يرد بسرعة صح؟ ترى نفس الكلام اللغة، إذا شفت تطور سريع ترى راح تنسى أسرع من كذي. عشان كذي الطلبة بالثانوية يحفظون كل شيء، يدش الامتحان يطلع من الامتحان بعد 5 ثواني سلم الورقة، طلع من باب القاعة نسى، لأنه حافظ. عرفتوا؟ مو متعلم لغة صح، اللغة كأنها طبع جديد أنت تبي تتعلمه. فبالعكس كل ما طولت أنت بالتطور اللغوي كل ما كان أفضل. تكلمي عن كلية العلوم لما كنتي طالبة في كلية التربية كونك درستي فيها عشان الطلبة اللي مقبلين عليها يستفيدون. كلية العلوم كانت يعني للأمانة أنا دخلتها مجرد يمكن ضغط اجتماعي نوعا ما، ما أقول لكم أني انغصبت عليها يعني، لا مو لهالدرجة، بس عرفتوا الكل كان يقول لي حرام أنت ثانوية عامة وكنتي علمي، يعني حرام ما تدشين شيء لا شغل بالعلوم، وأنا ما لخلق هندسة كان. عرفتوا؟ يعني معدلي كان يدخلني هندسة بس أنا ما أحب الهندسة، ما أحبها. أنا كنت على فكرة كنت وايد شاطرة بالرياضيات، وايد مو شوية، بس كنت أكره الرياضيات. عرفتوا؟ حتى الفيزياء كنت شاطرة فيها بس أكرهها. يمكن كنت أحب الكيمياء، يعني لو ما كنت مدرسة إنجليزي كان صرت مدرسة كيمياء. عرفتوا؟ بس يعني الرياضيات والفيزياء ما كنت أحبهم، فما كنت مفكرة أني أقرب صوب الهندسة لو شنو يصير بالدنيا. عرفت شلون؟ فما أدري، قلت خل أدش العلوم، يلا الكل يضغط علي أنه حرام وحرام، وبعدين تتحسفين يعني أنت متخرجة من علمي تدشين تخصص أدبي اللي هو الإنجليزي. ما ارتحت صراحة، دشيت عرفت أنه مو هذا مجالي. المواد ما أقول لكم صعبة، أنا كنت شاطرة يعني أنا كنت دريسة. عرفتوا؟ بس ما كنت حابة التخصص، فمعدلي كل ما لو ينزل كل ما لو ينزل كل ما لو ينزل، بعدين قلت لا ماكو فايدة. عقب سنتين ونص كفاح كلية العلوم قلت لا لازم أطلع وأروح حق المكان اللي فعلا أنا أحبه. كان فعلا خذيت كم مادة، مواد اللي هي اللي يسمونها متطلبات جامعية عامة، مواد مو تخصص لا مواد عامة حق كل الكليات يعني. خذيت كنت طبعا ما أخذهم ما أدري إيش حقه، عموما خذيتهم سهلين كانوا ورفعت معدلي. عرفتوا إسلامية ونحو وما أدري شنو السوالف هذه. هم كنت شاطرة فيهم أوكي. خذيت كم مادة إنجليزي يعني، كان أحول ما تعادلت لي إلا مادة واحدة يعني، من التربية إلى سوري من العلوم إلى التربية، لأن من علوم إلى إنجليزي. عرفتوا؟ فما عدلوا لي إلا مادة واحدة اعتبروها اختياري، فعدت من الصفر يعني، درست 4 سنين جديدة بكلية التربية أصلا غير السنتين ونص اللي بالعلوم، درست 4 سنين بالتربية. لكن نقطة تحول كانت كبيرة يعني، سنة 2007 بالنسبة لي هي السنة اللي حولت فيها، هذه كانت نقطة تحول، نقطة تحول يعني، تحولت من إنسانة مكتئبة ومعدلي نازل وكل شيء إلى إنسانة يعني الحمد لله يعني شاطرة ومشتطة ومن الأوائل، وعرفت النوعية اللي البنات ما يحبوني. النوعية اللي هذيت إنه، وإذا بشارك مثلا ما لهم خلقنا هذي خدت أسكت. عرفتوا؟ كنت من هالنوعية، كنت شوية نرد شوية مو وايد. وما أدري كلية التربية أنا بالنسبة لي وايد حلوة كانت،
ما ادري، اعطوني اسئله سبيسيفيك. يعني انا قلت لكم شلون انا مريت بالمكانين، بس اذا عندكم شيء سبيسيفيك قولوا لي. الورك شيت كم عليها؟ اي ورك شيت بالضبط؟ اوكي ما ادري، الكل قاعد يضحك الحين، وصلت حق ضحك بس ما ادري شنو كنت قاعد اقول وقتها، بس عسى دوم ان شاء الله الضحكه. متى نرد الكلية عشان نشوفك مس حبايبي؟ انتو منو؟ انتو اي كلاس؟ احسن مدرس بالعالم معاذ الشلال. اي اجري اي اجري، استاذ معاذ الشلال اصلا قدوتي انا على فكرة. مس والله سكري ارتاحي، شكلك تعبانة، الله يشفيك. ثانك يو. ما الحساسية، الجو مو نظيف عرفتو. 1650؟ لا طبعا قاعد استعبط. انا صرت اقول للحاسبة استريحي الحين من فضل الله ثم استاذ زاهر. برافو، الحمد لله رب العالمين. الكل يمدح فيه استاذ زاهر ما شاء الله عليه. اي كلية مس؟ بجي عندكم بعد كم شهر. اي خلص جاوبوكم. ليش زعلانة؟ انبسطي اليوم الخميس. وأنا مبسوطة بس ما أدري، لا تسألوني أسئلة مستفزة. لا اسمها منى الغربة، عائلتها. انا في ابله درستني بسادس، ابله صج حببتني بالانجليزي، يوم درستني بثامن صج كرهت الحصه ولا كنت احب ادخلها. ما كنا ندرس الا حصتين، واحده درس والثانيه قواعد، كانت تاخذ الباقي احتياط. عندي سؤال، ليش جيلنا عندهم كسل وما لهم خلق للدراسه؟ ما ادري. I ask myself this question every single day صراحة، ما يخالف رطنت شوية بالانجليزي، بس جد والله ما ادري، شيء غريب، شيء غريب، مو بس انت، ويعني الطلبة بالجامعة الكسل مو طبيعي. امبي يعني انا على فكرة انا اكره صفة عندي الكسل. ما اقول لك صير رياضي يروح العب رياضة، لا، النشاط مو بس بالرياضة، النشاط بانت يومك لازم يكون productive شوية، لازم انت يكون في، شلون اشرح لكم؟ يعني في طلبة، أو في ناس أنا أعرفهم، خلوا الطلبة، في ناس أنا أعرفهم طول اليوم تسدح على الغنفات نتفليكس طول اليوم مسلسلات، ويأكلون بهالحب، وما خلوا الأكل على جنب، كيف كل واحد يأكل اللي يبي، تمام؟ بس شنو أنجزت أنت بيومك؟ أنا والله أنا وصلت لمرحلة أن أتوتر لو ما سويت شيء بيومي، أحس أن يومي ضاع، أتوتر فعلا أتوتر. يعني أنا الحين على فكرة طالعة لايف، تدرون ليش؟ قلت دام اني قاعده كذي خل اطلع افيد الطلبه اذا عندهم سؤال ولا شيء. وقبلها على فكره هم مشتغله وسويت شغله جديده، يعني من ضمن يعني شغلي اللي قاعده اسوي لكم، عرفتوا شلون؟ لو كل يوم ما احط لي شيء اسويه وامشي على جدول مرتب، اكون انا حاطه جدول معين كل يوم بنجز شيء معين، والله ما ارتاح، والله العظيم ما ارتاح. وبعض الطلبه او الناس بشكل عام يومهم، مو يومهم، السنة كاملة ما في إنجاز، ما في شغل، ما في شيء يسوونه، وما أدري شلون هم راضين عن نفسهم صراحة، ماني فاهمة شنو سر الكسل، ما أدري. هل التكنولوجيا لها دور؟ يعني إحنا حالنا من حالكم نستخدم التكنولوجيا، يعني إحنا مو عايشين بالعصر الحجري. يعني هم أنا طول اليوم أنا مجاب للكمبيوتر أصلا، وأنا أعتبر من الناس اللي حيل فاهمة بالتكنولوجيا وكذي، فأستغرب. أبلتنا كل شرح إنجليزي صعب والله. صعب أحضر حصة بدون ما أترجم، وإذا لهيت شوي ببطل عارفة عن شنو كانت تحكي. شنو الحل؟ الحل إن تعرفين هل السبب هو طبيعي إنه يكون في جاب أحيانا بين الطالب وبين المعلم، طبيعي جدا، أوكي؟ ففي أكثر من طريقة، إذا كان في صعوبة بأن أنا أفهم على أستاذي، في أكثر من طريقة، في أكثر من شغلة أنا لازم أسويها. يعني طبيعي أن يكون في مسافة، يعني مثلا المعلم مستواهني لغويا، المعلم مستواهني، الطالب طبيعي أن يكون أقل من المعلم، صح؟
ففي فجوة أنا عندي هني، الفجوة هذه لازم نشوف لها حل. الفجوة طبعاً مو بالمستوى العلمي، بالفهم، عرفت شلون؟ في عندنا شفرات خلونا نقول صعب إن نفكها. نفس ما أي اثنين بالدنيا يحصل بينهم سوء تفاهم، نفس الشيء بين المعلم والطالب ممكن يصير فيه سوء تفاهم. فالحل الأول، أول شيء إن أنت تروحين حق المعلمة وتقولي لها أبلة ترى أنا مو فاهمة، أبلة أنا عندي مشكلة. يمكن إذا بسطت لغتها يمكن تفهمين، ويمكن هي أساساً قاعدة تبسط لغتها بس أنت لغتك شوية ضعيفة عشان كذي في صعوبة. فإذا أنا لازم أشتغل على نفسي أنا كطالب علشان أحاول شوي أرفع مستواي بشكل ولو بسيط علشان أفهم على اللغة المبسطة مالت المعلم، عرفت شلون؟ يعني يعتمد. بس السؤال يطرح نفسه، هل أنت لجأتي للمعلمة وسألتيها أن ترى أنا مو قاعدة أفهم؟ هذا السؤال. نادر ألقى أبلات شرحهم حلو بس لازم في اعتماد على نفسي. برافو، بالضبط. أنا اقترح الكتاب مترجم بالعربي والإنجليزي حق الأهل عشان يدرسون عيالهم، إيش رأيك أنتي من زلال؟ خصوصا المرحلة الابتدائية. والله يعتمد شلون، ما أدري أستصعبها، أشوفها صعبة شوية. بنفس الوقت أنا مع إن ولي الأمر بدل ما يعلم الطالب إنجليزي أو عربي أو علوم أو أيا كانت المادة، ضروري إن أنت يا ولي أمر تعلم الطالب شلون يتعلم. نركز على الجملة اللي أنا قلتها، ضروري إن أنت يا ولي أمر تعلم ولدك شلون يتعلم، تعلمه شلون يدرس، عرفت شلون؟ مو تعلم عربي ورياضيات وإنجليزي وكذا. إذا الطالب ظل معتمد عليك أنت يا ولي أمر إن أنت تدرسه، ما راح يسوي شيء من نفسه. يب أنت أي ما أدري إيش طلع لي هني، يب أنت أي خلنا نقول أي إنسان، أي كائن حي، أي إنسان، خلونا نقول إنسان، حلو؟ الإنسان هذا لا تخليه يمشي، لا تخليه يمشي، أنت شيله من وهو صغير، من وهو طفل، أنت تشيله وتودي المكان اللي يبي، يبي يروح مكان ثاني، أيضا شيله ووده. هل راح يتعلم يستخدم ريوله؟ لا طبعا. عدل؟ نفس الكلام ترى مع تدريس الطفل، إذا ما علمته بروحه يدرس، بروحه يفتح الكتاب، بروحه يقرأ، بروحه يحاول يتعلم، فرح تتعب وياه. أنا مروا علي طلبة وطالبات وحتى ناس من أهلنا، ليل جامعة الأم تلخص لهم، والله العظيم عاد هذه حالة صج، والله العظيم ما أتغشمر. في شخص معين، ما أقدر أقول طالب ولا، المهم ليل جامعة الأم تلخص له، الأم تكتب له ملخصات وتعطيه، يلا احفظ، اقعد يلا قدامي اقرأ، ها شنو نسوي، ما أدري شنو، وهو يرد عليها كذا كذا، تحفظه كأنه ياهل بالابتدائي ليل جامعة، متخيلين؟ هذه كارثة. ليش صار بالطالب كذي؟ هي طبعا مو هاين عليها تهدى، ليش؟ لأن يعني أخلي ولدي يسقط؟ إيه خليه يسقط، خليه يسقط مرة ومرتين وسنة وسنتين لما يتعلم يدرس بروحه، عرفت شلون؟ لأن هذا اليوم ما يعرف يدرس بروحه، باكر ما يعرف يدير بيته بروحه، باكر ما يعرف يدير صحته بروحه، يدير أمواله بروحه، فهمتوني؟ فأنا بالنسبة لي الأهم أنت يا ولي أمر تدرب الطالب وتعلمه شلون يدور على المعلومة وشلون يدرس من كتاب المدرسة بروحه. هذا دورك أنت يا ولي أمر، أنك تساعد الطالب أنه يتعلم، تعلم ولدك شلون يتعلم، تعلم بنتك شلون تتعلم، عرفت شلون؟ مع الأسف وايد أولياء أمور، حتى يعني حتى من طلبتي أنا، وايد أولياء أمور على باله أنه هو راح يساعد الولد أو البنت بأنه هو يحل الواجب عنه. هذه وايد صارت معي حتى لما كنت مدرسة بالثانوي قبل، مروا علي يعني طالبة مثلا، أنا أدري أن هذا مو خطها وأدري هذا مو مستواها اللغوي، حلو؟ فلانة تعالي، منو كاتب لك التعبير؟ اعترفي، أو منو حلت الشيء لفلاني؟ اعترفي. مس أمي أبلت إنجليزي وهي حلت لي. وايد تصير. طيب مو أنت يا أم هني دمرتي بنتك، دمرتي بنتك، بدل ما تقولي لها تعالي قعدي خلا ساعدك تكتبين، خلا علمك شلون تكتبين، لا انتي دمرتيها، انتي خليتيها تحس ان هي اساسا ما عندها قدرة وما تفهم وانها ناقصة وما راح تعرف تدرس الا لما انتي توقفين على رأسها، عرفتوا قصدي؟ فضروري دورك انت يا ولي امر تعلم الطالب يتعلم بروحه،
لازم المسألة هذه تصير، لأنه شيء صعب جدا أن الطالب يوصل للجامعة، للجامعة أحيانا ما يقدر يدرس بروحه، يلجأ حق الغش، يلجأ حق الأكاونتات اللي تبيع بحوث وما أدري شنو، لأنه تعلم من صغر أمي تسوي لي أبوي يسوي لي. بعضهم والله العظيم خدامتهم تكتب لهم تعبير، خدامتهم، عرفتوا خط الجالية الفلبينية شلون تشوفون الورك بوك أو التعبير؟ يا رب الخط مو يعني شنو هذا؟ ولما تواجهين البنت إيه مس خدامتنا كاتبت لي، يعني ما أدري صراحة، أدري شوي شطيت عن الموضوع. كم واحدة من رفيجاتي يقولون تعلموا الإنجليش من الأفلام، وأحس لا ما تعلم. ممكن بعض الكلمات تكتسبونها من الأفلام، بس مع الأسف اللي راح تتعلمونه من الأفلام سلانج لانجويج اللي هي يسمونها لغة الشوارع، مو بالضرورة تكون لغة أكاديمية سليمة. لو ما عليك أمر نصايح حق ريسيرش بروبوزل أور جرانت ريسيرش، شنو بالضبط تبون تعرفون عن ريسيرش بروبوزل؟ يعني من أي ناحية؟ اللي أقدر أقوله إنه ضروري يكون عندكم، حسب ما أدري أنتوا هل كواليتاتيف ريسيرش ولا كوانتيتاتيف ريسيرش، يعتمد. ضروري إن البحث مالكم يكون يعني as specific as possible. شنو بعد أقدر أقول؟ الريسيرش تولز، كل ما كان عندكم تولز أكثر حق البحث مالكم كل ما كان أفضل، خصوصا حق البروبوزل، لأن اللجنة لما تشوف البروبوزل، ما أدري إذا كان نظام جامعتكم نفس الشيء، اللجنة لما تشوف البروبوزل يهمها وايد تشوف الداتا كولكشن ميثود، طريقة جمع المعلومات. أوكي، فكل ما كانت عندك طرق متنوعة حق جمع المعلومات كل ما كان أفضل، يعني لا تعتمد على طريقة واحدة، وايد أبحاث معتمدة بس على السيرفي أو كويستشنير وخلصنا، لا كل ما كان عندك يعني multiple methods حق الداتا كولكشن كل ما كان أفضل حق البروبوزل مالك وينقبل أسرع. أنا تعلمت من الأفلام والمسلسلات بعدين حولت الترجمة للإنجليزي، وهم فيديوهات تيد توك. التيد توك فيديوز ترى وايد ممتازة، وايد ممتازة، يعني أتليست راح تسمعون شيء نظيف، عرفتوا؟ أهلا مس، أهلا فيكم. أنت راح تتشربين الكلمات، ها؟ ليش تشرب الكلمات؟ شو السالفة؟ نبي نتكلم بطلاقة بالإنجليش، نبي طريقة. الطريقة إنك تسمع إنجليش وايد، هذه الطريقة باختصار. مهارة التحدث شلون نطورها؟ إنك تسمع وايد. الممارسة يا جماعة، حتى لو لغتكم ضعيفة، برافو، صح. امتحان القدرات الإنجليزي الإلكتروني تطلع بنفس الوقت، أعتقد بالسابق كانت تطلع بنفس الوقت، أعتقد الحين غيروا الموضوع. مس أنا عكسك، بغيت الهندسة بس ربي ما كتب، والحين بكلية العلوم وبإذن الله أجيب معدل وأحول. إي شوف، الفرق إن أنتوا حابين التخصص صح، فبإذن الله دام أنكم حابينه ورغبانين فيه راح تبدعون فيه. أنا ما كنت أحبه ولا كنت حابة تخصصي لما كنت بالعلوم، كلش ما كنت أحبه. تعرفين إذا مع وضع كورونا في ابتعاث؟ لا والله ما أعرف. مس الوركشيتس خذيناها اليوم بالحصة، الأبلة خلتنا نقرأ فقرة وعليها أسئلة. أوكي شنو فيها؟ شنو السؤال؟ مستواي مو زين بالإنجليزي ما أدري شنو فيديوهات علا إذا مستواي مو زين باللغة، كم أقدر أجيب بالقواعد؟ يعتمد والله ما أدري، يعتمد حبايبي. مس سلامتك، الله يسلمكم. شلون أبدأ للقدرات؟ يعتمد شنو الطريقة اللي أنت راح تتبعها بالدراسة، يفرق. الأستاذ معطينا سؤال من غير جملة، شلون نعرف الجملة؟ ما أدري والله جد. مس الأونلاين مشكلة؟ والله الأونلاين مو مشكلة، تدرون المشكلة شنو؟ الطالب عافس نومته، هذه هم شغلة أعتقد أستاذ معاذ تكلم فيها أو أستاذ ثاني، ماني متأكدة بالضبط لأني شفت فيديو حق أحد الأساتذة قال المشكلة أن الطالب قال بنومته. أيوني مواصلين، المحاضرة الساعة 12 الظهر، مس أنا مواصل. يعني ما أدري، يعني دوام عادي ليش تواصلون؟ عرفته؟ ما أدري، تنظيم الوقت هو السر، تنظيم الوقت هو السر بكل شيء. كنت
تابعتش يمكن بالثانوي ودخلت الجامعة انشغلت والله، بس الحمد لله استانست لما دريت انك تدرسين بالجامعة. Thank you so much حبايبي، الله يوفقكم ان شاء الله. البوتاسيوم نازل عندهم، ما يحبون الدراسة والحركة. صج عاد خمول كله بمكان واحد، نبي نصايح مس عن شنو تبون؟ الدلع الزايد من أهلهم، الدراسة بالكويت ما تشجع الواحد يدرس ويتعلم، هذا خطأ حبايبي، هذا جدا خطأ. مهما كانت الظروف، أنت يهمك مستقبلك ولا يعني بينك وبين نفسك فكر فيها، هل أنت عندك طموح؟ صج والله هذا السؤال الحين كم شخص فيه هني؟ 44 طالب صح؟ أو 44 شخص. أبيك تسأل نفسك الحين بينك وبين نفسك، لا تجاوبني، عندك طموح ولا عايش على البركة؟ وايد ناس ترى والله العظيم يعني حتى كبار بالعمر ثلاثينات وخمسينات عايشين على البركة. شنو يعني على البركة؟ يعني على قولتهم بالإنجليزي احنا نقول they let life happen to them. شنو يعني؟ يعني ما عنده تحكم، ما عنده سيطرة على زمام الأمور بحياته، خلونا نقول مخلي الحياة على قولتهم الطارق فيه، مرة قطته يمين مرة قطته يسار، عرفت شلون؟ ليش؟ ماشي على البركة، يا بنسبة دش مني يعني، ها نسبتي وين تدخلني يلا بدش هني. هذا بعد إذا لا خلق يدرس، بعضهم حتى ما يدرسون أوكي؟ which is fine by the way. يعني في طلبة ترى ما عندهم قدرة أكاديمية أو مثلا ما عندهم طموح أكاديمي، يبي يشتغل من وهو صغير يدش مجال معين، عرفت شلون؟ وايد طلبة ترى من بعد الثانوي دشوا تخصصات معينة ونجحوا فيها، ضباط، شرطة، كذا، عرفتوا؟ بترول، الأمور هذه، إنزين؟ وقاعدين يبدعون في مجالهم، فالمسألة مو بس بالدراسة، النجاح مو بس بالمدرسة والدراسة، عرفتوا؟ لكن هل أنت عندك طموح ولا عايش على البركة؟ اللي عايش على البركة ما رح يكون لا خلق يسوي ولا شيء بالدنيا، ما رح يكون له خلق يسوي ولا شيء بالدنيا. لكن اللي عنده طموح وفعلا من داخل عنده رغبة، عرفتوا الشعور هذا اللي تحس مثل نار داخل صدرك؟ عرفتوا الشعور هذا اللي صد شيء تبي تحققه الحين الحين الحين، أبي أحقق الشيء هذا لو شنو ما كلفني، هذا يسمونه طموح، عرفتوا شلون؟ هذا يسمونه طموح. هل عندك الشغلة هذه ولا أنت مخلي نفسك كذي عايش على البركة؟ هذا السؤال اللي يطرح نفسه. أوفي التدقيق، شنو؟ مساء الخير مس، أهلين أهلين نورهان، هلا والله، خليتي كل شيء قاعدة تقولين، أوكي. دانا صح كلامك، لازم يعلموا لي هل شلون يدرسون من نفسهم، ضروري وايد. إذا قصدكم أنا اسمي دلال مو دانا، المس رقيقة. إذا ما عرف يدرس والله راح يضيعون حتى لو دشوا الجامعة، صح بالضبط. لا الحين الطلبة ليش يلجؤون حق الأكاونتات اللي تحلهم الهومورك جي؟ يا جماعة والله يعني إحنا كمدرسين عندنا تويتر ونقرأ والله العظيم أكاونتات اللي يسوون نفسهم يساعدون الطلبة، عرفت شلون؟ اللي يعني أكاونتات سينيور ما سينيور وشي هالسوالف، البعض طبعا مو الكل، ومو بس ملوت الثانوية حتى ملوت الجامعات، شوفوا قاعدين يسوون إعلان حق منو، هذا الأكاونت يسوي لكم واجب ب35 دينار فقط يسوي لكم البحث. طيب مو هذا الإنسان قاعد يسوي بحوث مخه صار كبير، أنت دفعت فلوس عشان تاخذ بحث جاهز، مخك كل ماله ويصغر ومهاراتك كل مالها ويحوشها ضمور، عدل؟ يعني تصير ويك، تضعف مهاراتك، قاعدة تضعف. هذاك استفاد فلوس واستفاد أن عقله كبر، وأنت عقلك كل ماله ويصغر وخسرت فلوس. شنو التعليم اللي أنتوا تبونه إذا أنتوا تلجؤون حق الأمور هذه؟ ما أدش فيني معصبة وايد اليوم، أنا حيل حابة الإنجليزي ولغة جميلة وقاعدة أطورها وودي أتوظف معلمة إنجليزي، بس ما لي خلق أدرس الطلاب كل يوم، أحس تعب على شنو وظائف ثانية فيها إنجليزي. هو صح وظيفة التدريس على فكرة هي الوظيفة الوحيدة اللي الموظف فيها يشتغل بعد الدوام الرسمي
في خارج مكان الدوام الرسمي، الوظيفة الوحيدة، ويكون المعلم مكلف، مكلف تكليف. انت ببيتك الساعة 5 المغرب ولا 9 بالليل، يلا فلانة أبلة فلانة قومي سوي كذا، باكر تسلمينه عادي جدا، أو أستاذ فلان الحين سوي الشغلة الفلانية دز لي 9 بالليل. الوظيفة الوحيدة بالدنيا كلها مع الأسف الشديد، لأن احنا مو فاهمين شنو تدريس بالوطن العربي عموما. ولكن اللي يعوض صدقيني، إذا كنتي معلمة زينة وأثرتي بناس هذا كافي، بس سويتي اللي عليك. دعوة واحدة من ولية أمر والله العظيم تسوى الدنيا وما فيها، والله العظيم تسوى الدنيا وما فيها، دعوة واحدة. ليش؟ لأن التدريس مو بس معلومة أخذها من الكتاب ودخلها بمخ الطالب، ترى الطالب يقدر يقرأ ويدخل المعلومة بمخه بكيفه. التدريس وايد أكبر، أو التعليم التربية وايد أكبر من مجرد معلومة دخلها برأس الطالب، وايد أكبر، وأعتقد كلكم تتفقون معي. المعلم ممكن يبني إنسان وممكن يهدم إنسان، فوظيفتنا جدا كبيرة، وظيفتنا جدا حساسة. بنفس الوقت أنت عندك الإجازة، يمكن ولو أنها ما تعوض صراحة التعب اللي يحوش المعلمين، لكن الإجازة حلوة، الراتب حلو. عرفتوا؟ الوظائف الثانية حق الإنجليزي ممكن ترجمة في الوزارات، يعني غالبا هذا هو. ممكن تشتغلين موظفة عادية بوزارة، شغل مكتب يعني، عرفتي؟ شلون الأم تلخص وتلخص لو هي ما تعرف المواد؟ والله العظيم، والله العظيم بدون مبالغة، بدون مبالغة، والأم جامعية ترى مثقفة، الأم جامعية مثقفة، لكن سبحان الله. أمي خلتني من رابع اعتمدت على نفسي. إيه أنا كذي، أنا عندي الوالدة هم هدتنا من الابتدائي. لا بس أنا كنت شيطانة. في الابتدائي كنت أخلي أختي تسوي واجباتي وأنا أروح أنام وأدري شنو. لا بس بعدين تعلمت يعني. لازم يكون في مسؤولية بالضبط، واعتماد على النفس. أوكي. اللي قاعدين يسألون أبي أطور لغتي وكذي، ترى تكلمت بهالموضوع شو اسمه بداية اللايف. مرة عطيت فلبينيتنا شفته أوكا، هذا دليل. بعدها أمي عصبت علي، والله صح يا أستاذة، أتذكر بنت كانت بصفنا كانت تقول واجباتي تحلم الخدامة وتعطيها فلوس بعد. يعني هذا توني قاعد أتكلم أنا بهالنقطة، يعني هي خسرت فلوس وخسرت علم، خسرت فرصة إنها تكبر عقلها شوية، عرفت؟ والخدامة كسبت فلوس كبرت عقلها. شنو بعد؟ مس بكل بحث أو أمبي سوري، بكل بحث أو إسي نحتاج نحط رفرنس. الأبحاث الجامعية إيه لازم، أي بحث أنت تكتبه أو أي إسي لازم يكون في رفرنس ليست بالنهاية. أسمع وايد بدون ترجمة مثلا، أو ما أدري، أسمع وايد بدون ترجمة مثلا، أطالع أفلام من غير ترجمة ممكن، بس أنا أفضل أن أنتوا تشترون الأوديو بوكس. في برنامج لحد يقول لي شو اسمه ما بشي بفلوس، اشتراكه نفس اشتراك نتفليكس 3 دنانير بالشهر، لحد يقول لي انزين. عموما اسمه أو دي بول، أوكي؟ وحتى إذا ما تبون شيء بفلوس، في يعني مواقع وايد، الحين أقول لكم. عموما هذا أبليكيشن اسمه أوديبل، وايد ممتاز. يعني أنا يبني فترة، خل أكون صريحة معكم بشغلة، أنا أول ما توظفت بالكلية يعني عرفت، وأنا كنت معلمة إنجليزي بالثانوي، يعني كل اللي نشتغل معاهم عرب، الطلبة كويتيين، الطالبات يعني كويتيات وكل شيء، المدرسات كلهم عرب، ف يعني ما أدري، ما تعودت إني أشتغل مع أجانب. لما توظفت بالكلية لا، كله أمريكان، بريطانيين أكثر شيء، أستراليين، كنديين، قلة. سوري إيه، فأقول لكم قلة
قلة في عرب، يعني أنا كنت من العرب القلة بالكلية، فلازم على طول نتكلم بالإنجليزي. هذه شغلة. الشغلة الثانية، الأجانب لما يتكلمون أكسنتس مختلفة. الأسترالي يتكلم غير عن البريطاني، البريطاني اللي من الشمال غير عن البريطاني اللي من الجنوب، عرفتوا؟ الأمريكي غير بعد، شنو بعد، الكندي مختلف، الناس من نيوزيلندا غير، الناس من الهند غير. فصار دار مداري أشخاص أجانب وايد، ساعات أحس أني ما أفهمهم والله العظيم. يعني أنا عندي ماجستير وكل شيء وما توظفت بالكلية عبط، يعني عرفتوا؟ يعني أكيد شافوني وقالوا هذه زينة، صح؟ لكن يا ربي أحس ما أفهم من أول مرة لما يتكلمون، فأضطر مثلا إذا قالوا لي شيء أقول excuse me، إنه يعني عيد مرة ثانية لو سمحت، فيعيد جملتها من ثاني مرة أفهم مو من أول مرة. هذا كان أول كورس، أول شهر تحديدا. هني خفت أنا، قلت لا شو اللي قاعد يصير، يعني أنا كنت بالثانوية مكسرة الدنيا بس سيئت هني الكلية، قلت لا إيش قاعد يصير، خفت صراحة. كان أقوم ونزل هالبرنامج وكل يوم أسمع ما لا يقل عن، يعني هو عادة ساعة بس نادر جدا أسمع أقل من ساعة، مثلا نص ساعة كذي نادر، بس غالبا أحاول أني أسمع ساعة كاملة وأحط الهيدفون وتركيز وأسمع، سواء كان قصص أو مثلا يعني كتب عادية. طبعا أنت تشوف الكتاب اللي تبيه، ممكن رواية ممكن يكون كتب عادية عادي، عرفتوا؟ يعني مثلا كتب تطوير النفس والسوالف هذه. هكزي لا سوري يا جماعة. انزين، فأي كتاب أنت تاخذه وتسمع، تحط الهيدفون وتحاول أن أنت تركز بدون مبالغة. يعني أنا قلت لكم شهر كنت حاسة نفسي متمشكلة مع لغة المدرسين اللي بالكلية، صح؟ الشهر اللي بعده التزمت بالبرنامج هذا، يعني على الشهر الثالث صرت أفهم أكثر. يعني أنا نفسي شوف المستوى اللي أنا وصلت له، هم حسيت أنه في تطور عندي لما استخدمت البرنامج هذا. أوكي، بس هذا 3 دنانير بالشهر، أنا بشيء من دون فلوس، شو أسوي؟ لأي سبب إن كان. عندك برامج مثل، عندك مواقع مثل ستوري نوري، عندكم هذا ببلاش، أعتقد .com أو .net مو متأكدة، بس هذا موقع، مو أبليكيشن، سوي كذي، هذا موقع اسمه ستوري نوري، أوكي؟ في قصص، غالبا قصص أطفال وكذي، مكتوبة، وأيضا ممكن أنت تشغل، راح تشوف مثل بوكس كذي وفي هذه علامة البلاي، فتطق عليها يشتغل، أوكي؟ فممكن أنت تقرأ وتسمع تقرأ وتسمع بنفس الوقت، عرفتوا؟ هذا إذا تبونه ببلاش. في عندكم أودبل وفي ستوري تيل. ستوري تيل هذا أبليكيشن، أعتقد إنه 1L ولا 2L، أعتقد إنه كذي ينكتب. هذا هم أبليكيشن، ستوري تيل، لا كنا 1L والله. المهم لما تسوون سيرش راح يطلع لكم، يا أما L واحدة يا أما 2. هذا أبليكيشن مو متذكرة إذا كان بفلوس ولا ببلاش صراحة. هذا فيه كتب عربية وإنجليزية، بس عاد أنتوا لا تسمعون عربي، سمعوا إنجليزي، عرفتوا؟ أوكي، بعد شنو؟ إخواني يشغلون الأونلاين وينامون، يعني صارت معي صارت معي. لا أنا عندي طالب صريح، مس سوري، I sleep على قولته. قبل كم كورس، أول كورس أونلاين لنا كان يا حليلة، وأنا مدرسته من قبل، يعني أعرف الطالب يعني ملتزم وكل شيء، بس أنا دي ذاك اليوم يا فلان وينك. لا، وكان وقتها قرار الكاميرا ما كان شغال، ما كان فعال، يعني ما طبقناه. بعدين كان يقول لي مس سوري I'm here but I sleep موجود بس نايم. انزين، في ناس تقول راح تعرفون القواعد من الاستماع، وفي ناس تقول لازم القواعد الحين، منو أصدق؟ هو وجهتين النظر هذولا صح، ترى ان انتم مع الاستماع راح تكتسبون القواعد اكتساب، اوكي؟ لكن هم دراسة القواعد بشكل منفصل هم ضرورية، خصوصا حقنا احنا، لان احنا نعتبر foreign learners، عرفتوا؟ بمعنى ان اللغة هذه بالنسبة لنا تعتبر foreign language، مو second language، لا foreign language، يفرق الموضوع. بالعكس انا اشوف مناهج الثانوية وايد قوية عندنا،
ما يعني أنا كمتخصصة وسويت تحليل مناهج قبل على مناهج الكويت، منهجين متوسط ومنهجين ثانوي، سويت عليهم تحليل. أنا كدراسة شخصية سويتها، مناهجنا فيها حشو معلومات أكثر من، يعني شنو اللي يخلي طلبة جيلكم مثلا لغتهم ضعيفة بس جيلنا لغتهم كانت وايد أقوى من لغة جيلكم الحين؟ إن مناهجنا قبل مو كانت، يعني ما كان فيها كمية كلمات نفس منهجكم، حلو؟ ما عندنا كمية كلمات، لكن كانوا يدرسونا على المواقف الحياتية، شلون تتكلم بالمطعم، شلون تتكلم بالمطار، شلون تتكلم بالسوبر ماركت، شلون تتكلم إذا تبي مساعدة، شلون كل language function كان عندنا، كل وظائف لغوية، شلون أنت توظف اللغة في الحياة اليومية، هذا كان منهجنا. والكلمات كلها يمكن اليونت الكامل يمكن 15 20 25 كلمة باليونت الكامل، انتو بالدرس الواحد يمكن 20 كلمة بالدرس الواحد، عرفتوا؟ فعندنا لا، عندنا تركيز وايد على حشو المعلومات ظنا منهم بأن هذه هي الحصيلة السليمة، وهذا خطأ طبعا، لأن الكلمات يعني على قولتهم I can always translate، صح؟ أي كلمة جديدة تمر علي أمسك الدكشنري أطلع المعنى، عدل؟ لكن شو الفايدة؟ أنا حافظة مليونين كلمة، طالعة من الثانوية حافظة مليونين كلمة و600 قاعدة بس ما أعرف أستخدمهم، عدل؟ يا حلوك يا حلو كلامك، thank you so much. عندي طموح، حسيت إن ما كان عندي طموح ما راح أبدع ولا راح أكمل دراسة، صح؟ مس قسمي لنا منهج الإنجليزي على 7 أيام عشان بدرسهم مع الرياضيات، فأبي تقسيمه للقواعد، بس أبي تقسيمه لأني خلصت فيديوهات علا، يعني فاهم بس أبي أحفظ. إن شاء الله بحاول. حطوا لكم طموح، أنا من النوع اللي ما كان عندي طموح، دخلت الجامعة ما حبيت والحين موقفة قيدي. أوكي نورهان، ما قلت لي هالموضوع من قبل، يبلج قرصة كذي، قرصة إذن بعدين أزفج، أوكي بعدين بيني وبينك أزفج. شنو الصوت هذا اللي عندك؟ ماي نافورة؟ إيه. هذه نافورة هاكزي صراحة، الووتر فاونتن مال القطاوة، مثل نافورة صغيرة عشان القطو يشرب منها ماي. في بنات بالبث يصير تتكلمين على الإناث والذكور، أحس تكلمين الصبيان ما تكلمينا كلنا، وش أسوي؟ أحاول إني أجمع. أنا قبل على فكرة لما كنت مدرسة ثانوية دائما أتكلم بصيغة المؤنث، فالصبيان كانوا يزعلون، أو الشباب كانوا يزعلون، ما أحب كلمة صبيان، الشباب كانوا يزعلون نمس في شباب ما أدري شنو تكلمي بصيغة عامة، فما أدري شو أسوي. فلما أتكلم بصيغة المذكر تجمع المؤنث والمذكر، عرفته؟ مشتطة وأحلى اشتطاط، thank you. تعرفين قدرات إنجليزي حق AUM؟ لا للأمانة، كل جامعة خاصة لها قدرات خاص فيها ومختلف. انتي مو معصبة بس مو عاجبك النظام اللي ماشيين عليه الطلاب وبدك اياهم يجتهدوا؟ اي والله والله العظيم. مدرسين المدرسة شرحهم خايس. الله يخلي الخصوصي، يا سلام، او ماي جاد. احنا هذا اللي قاعدين نحاول ان احنا نحاربه، التدريس الخصوصي. شلون ما اخلي الضغوط النفسية تأثر على دراستي بعد الكورونا؟ ما صار لي خلق ادرس بعد الكورونا. قصدكم صار فيكم كورونا بعيد الشر، ولا قصدكم خلال فترة كورونا ما حد له خلق يدرس؟ وشنو نوع الضغوط النفسية؟ أنا لازم مرة ثانية أرجع وأكرر، اللي عنده طموح ما يوقف الشيء، هذا واحد. فيمكن أحيانا ساعات اللاوعي عندك، الطموح موجود بس عرفتوا اللي، شلون أشرح لكم؟ شفتوا لما تروحون البر مثلا وتشبون فحم، شنو يصير بالفحم؟ بالبداية في نار، صح؟ بعدين الفحم شنو يركد ويصير عليه رماد، ترى بالضبط نفس الطموح. فمحتاج ان انت شوي تاخذ اللي هو يسمونه المنقاش، عرفتوا هذا اللي كذي اللي كذي اثنينه نفس الشوبستيكس. لا اكيد تعرفون المنقاش شنو، المهم، وتحركون بالفحم شوية عشان يرجع يشب، صح؟ فيمكن انت شوي محتاج تذكير، محتاج ان انت تسوي ريفرش حق طموحك اذا كان عندك طموح. اذا ما عندك طموح فالحل ان انت تحط لك طموح،
هذا الحل. الطموح هو البنزين اللي يحرك كل إنسان. أوكي، حبيت أشكرك على كل شروحاتك الحلوة، وايد استفدت منك يوم كنت بالثانوية. حبايبي الله يوفقكم إن شاء الله. رفيجتي ودها تدش تخصص إنجليزي بس يقولون ما له مستقبل. مستحيل مستحيل مستحيل. المستقبل اللي لا يمكن إنه ينتهي إن شاء الله بإذن الله طبعا اللغة الإنجليزية والحاسوب، هذولا تخصصين مطلوبين في كل مكان وزمان، عرفتوا؟ يعني أنا تركت الحكومة اشتغلت بالتطبيقي قبل أترك الحكومة، يعني خل أقول لكم اشتغلت بالحكومة مدارس، اشتغلت بالتطبيقي، الحين بكلية خاصة. لو أبي أقدر أشتغل بشركة، لو أبي أشتغل بالبنوك، لو أبي أشتغل أي وزارة، ما لي خلق هذا كله، أفتح لي بزنس خاص، شنو ما أبي أسوي أسوي دام أنا شهادتي إنجليزي، عرفته؟ بالعكس الإنجليزي مطلوب بكل مكان، كول سنتر. شنو بعد؟ أي وظيفة فكروا فيها يبون إنجليزي. أقدر أشتغل بمعرض سيارات، أقدر أشتغل ب شنو بعد، ترجمة، أصير مترجمة. ماكو وظيفة بالدنيا ما تبي إنجليزي. أستاذة دلال كل مرة تقول تخصص الإنجليزي، أيوة لا مستقبل وكبير. أول مرة أدخل بث مس دلال، كل الحب لك حبيبتي حبيبتي أم حمد، حياك الله. ما أدري ليش تذكرت هالموقف وأنا بصف رابع امتحان فترة أولى، اللي جنبي كانت شيطانة وجابت 2، ها وربي لزقتني بالحيطة. ما فهمت شيء. نورهان إيش فيك صرتي شو اسمه، صار كلامك مو مفهوم. أنا مدمنة أفلام أجنبية ولغتي ما صارت بيرفكت، قلت لكم إيه الأفلام ما تعلم. شنو التقرير اللي يكون فكرة ضد فكرة، ها؟ يمكن قصدكم الـ argumentative essay، هذا قصدكم؟ أوكي. ممكن استخدم socioeconomic ورتو، شنو يعني؟ شلون يعني بتستخدمونها ورتو؟ ما فهمت. مس شنو تخصصات الجامعة اللي تشتغلين فيها؟ الـ AIU؟ شنو AIU؟ أوكي. درست عدل بس الامتحان كان معقد، ترى عادي. أول امتحان دايماً على فكرة وايد طول البث، قاعد انطر يسكر بروحه بس شكله في تحديث إنه ما يسكر. عموماً شو اسمه؟ منيرة تسألني إن درست عدل بس الامتحان كان معقد، طبيعي جدا إن أول امتحان يكون سيء والنتيجة تكون غير متوقعة، طبيعي. بس كثرة التدريب إن شاء الله ودشين الامتحان مرة مرتين ثلاثة، المفروض إن درجاتك تكون بتصاعد، فعادي. أوكي. أنا أحس راحت علي أتعلم إنجليزي، بخلي العوض بعيالي. لا 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 بالعكس بالعكس بالعكس. أم حمد أول شيء أوكي تصرف حلو إن أنت دخلتيهم مدارس خاصة لأن بيكتسبون لغة، بس انتبهي إنه لا يهملون اللغة العربية عاد، عرفتي؟ يعني شيء حلو إنهم يتعلمون إنجليزي من صغر بس لا تضيع لغتهم العربية، أوكي؟ وبالعكس ترى أقول لكم قصة طالبة الله يذكرها بالخير اسمها زينب، ما أدري إذا موجودة وتتابعني الحين، الله يذكرها بألف خير. حبيبتي هالبنية لما توظفت بالكلية أشوف واحدة بنية وقفتني، مس شلونك ما شو أنتي، أول شيء تسألني أنتي مس دلال عبد الله، فضحكت أنا طبعا استحيت وحالتي حالة وقلت لها إيه، تقول لي مس وما أدري شنو مشكورة من هالحكي. وهذا شنو طلع؟ طلعت البنت هذه متخرجة من زمان وعندها عيال وعيالها كبار بالعمر، عرفتوا؟ يعني أعتقد عيالها بالعشرينات أو شيء. ف البنت ما شاء الله عليها تأثر، يعني أم مرة كبيرة، حلو؟ بسم الله عليها. فتقول لي تأثرت بكلامك لما تكلمتي عن الطموح وكذا، عدت الثانوية من فيديوهاتك وكذا ونجحت وهذا، بغض النظر سواء من فيديوهاتي ولا من أي شيء ثاني، المهم أنها قررت تعيد الثانوية، جابت نتيجة زينة ودشت الحين الكلية، وسبحان الله صارت طالبة عندي بكورسين ورا بعض تقريبا إذا ما خانتني الذاكرة، متخيلين؟
فما شاء الله تبارك الله عليها، الله يحفظها إن شاء الله. وقولوا ما شاء الله يا جماعة، يعني هذه مثال، يعني هذه فخر حق كل بنية، كل مرة، يعني الإنسانة هذه فخر حق كل مرة للأمانة. يعني وايد وايد بهرتني صراحة بالشيء اللي سوته. يعني متخيلين إيه بالجامعة وعيالها بالجامعة، متخيلين؟ يعني ما شاء الله عليها تبارك الله. مو بس كذي، أعطيكم مثال ثاني. أنا قلت لكم لما كنت بالماستر كنت من الأوائل، صح؟ أنا طلعت الثانية على الدفعة. الأولى على الدفعة منو كانت؟ هذه كانت بيني وبينها منافسة، إنزين؟ يحللها بنت عربية بعد، من جنسية عربية، أوكي؟ وأنا معاها منافسة، أنا الأولى أطلع مرة، هي الأولى تطلع، كل كورس كذي، وتكون بيننا أعشار، يعني ترى كم كان بيننا؟ 0.04، بيني وبينها 0.04، عرفتوا؟ منافسة كانت شرسة بيني وبينها، مرة أنا أطلع الأولى، مرة هي، مرة أنا، مرة هي. فلما تخرجنا خلاص كانت هي الأولى، عاد أنا الكورس اللي قبله كنت الأولى، وكنت حيل مشتطة وكذي. هذه الإنسانة هي تدرس ماجستير وولدها يدرس ماجستير بنفس الدولة اللي كنا ندرس فيها، متخيلين؟ يعني إيه، هي وولدها اثنينهم يدرسون ماجستير، يعني مرة أيضا كبيرة بالعمر. فما في شيء اسمه it's too late وخلاص راحت علي، نهائيا ترى ما في. العلم ما في لا بريك، وما شاء الله ما في لا عمر معين قصدي، وما شاء الله عليها. شنو كان تخصصها ترى؟ لغة إنجليزية معاي، كانت بمادتي بتخصصي، عرفت شلون؟ فما شاء الله عليها يعني. اوكي، مس دلال خذيت 92 بالاختبار الاول من علا، حدي مستانسة، الف مبروك، الف الف مبروك. اوكي، انا قاعدين يدقون علي الصراحة، فخل احاول اشوف اسئلتكم. خالتي من جيلكم وتقول التعليم كان ممتاز. بالضبط، متى يحسنون المناهج؟ يعني ما ودي اقول لا، خل ابلعها، ابلع الجملة احسن. انزين، لو ببدأ أدرس قواعد من الصفر من وين أبدأ؟ تبدون بالأزمنة، تبدون بالأزمنة. أنا شرحة، يعني نقدر نقول شرحة كل قواعد اللغة الإنجليزية باليوتيوب، فتقدرون تستفيدون منه. إنزين، اللي يسألوني عن قاعدة الING شرحتها ببداية اللايف، أخاف أقول لك القصة كاملة وتزفيني صدق. إيه راح تنزفين أنتي، بس لازم أعرف منك الموضوع عدل. أتوقع قصدك دافع. دافع عن شنو بالضبط؟ أوكي، بالثانوي كنتي أدبي ولا علمي؟ لا كنت علمي. ويه اللايف يقعد 4 ساعات ما يسكر؟ لا لا يبا، شو السالفة؟ لا خلاص يلا الحين بختم، بس خل اشوف. خل اشوف بس اذا في سؤال ما جاوبته. عافية عليك، مؤثرة سابدرة. لا مو عن مؤثرة، اذا قصدكم عن قصة الطالبة، مو سالفة مؤثرة كثر ما انه بس هي احتاجت احد يذكرها ان ترى الطموح زين، ان الانسان لازم ما ييأس، ترى ما في. اقول لكم لحظة، اقول لكم قصة طالب ثاني للحين اذكره بعد، الله يذكره بالخير، اسمه عبد الله، قايله قصته بالاي جي تي في. لو تنزلون تحت كلش، يعني اول الاي جي تي في راح تشوفون فيديو عن الطالب عبد الله. هذا طالب مسائي كبير بالعمر، عاد الثانوية، لا ما عاد الثانوية، مو قادر يتخرج من الثانوية، أوكي؟ وكان يدز لي فويسات، والله العظيم يا جماعة صوته، أتذكر أيام لما كان عندي سناب، كان من كثر ما أنه متضايق ومحترق دمه يعني، يسجل لي فويسات بالسناب لما كان عندي سناب، يقول لي مس تعبت زهقت خلاص أبي أتخرج، كذي يتكلم بهالطريقة، عرفته؟ وعور قلبي، أنا ما أحب أسمع صوت
ريال في بكي او قاعد يبكي، ما احب اضايق. فسبحان الله اشتغل على نفسه، مطلوب منه كم تقريبا 19 درجه علشان ينجح. هم يا جماعه هم قولوا ما شاء الله، مطلوب منه كم 19 درجه عشان ينجح الكورس الثاني. زين، بغض النظر شلون تصرفنا شلون حلينا الموضوع، بغض النظر الكورس الثاني كان يدز لي مس الحمد لله نجحت، ومو بس يا ب 19 درجه يا بفوقها ما ادري كم درجه. والله العظيم ماكو مستحيل يا جماعه، والله العظيم ماكو مستحيل. دشوا على الاي جي تي في وشوفوا القصه. اوكي، بنتي بخامس ما تعرف شيء بالانجليزي. اوكي بخامس ممتاز، والحمد لله ان انت تبين تصححين الموضوع وهي بعدها بخامس. ضروري تدخلينها، نصيحتي انا دخليها معاهد، بس نطري الحين الامور تهدى، يعني من بعد كورونا وكذي وان شاء الله الامور ترد طبيعيه، دخليها معاهد. بس هم الحين ترى البريتش كونسل، لحظه افتح بس صفحه نظيفه. البريتش كونسل يعني كتبي بالانستغرام The British Council، اوكي؟ هذا معهد الحين يعطون دورات اونلاين، فتقدرين تسجلينها بدوراتهم. هذا اقوى معهد بالكويت، مو بس بالكويت، بالعالم كله. لان يعني اساسهم اصلا بريطانيا، موقعهم اساسا مقرهم في بريطانيا. انا الحين عدت الثانويه، برافو برافو عليك، ويا رب الله يوفقنا، وعندي اختبار قدرات بتاريخ 27. برافو عليك، كفاية انك حاولتي وفكرتي بهالموضوع، برافو عليك، ممتاز. اوكي اي عندكم على فكرة. سهام تسأليني عن بنتك، انا اليوم حاطة بالستوري، حاطة اكاونت يبيعون قصص أطفال، كنا كم 24 قصة من قصص الأطفال ب 26 دينار، أو العكس 26 كتاب ب 24 دينار شيء كذي. أوكي المهم إنه ما يتجاوز 30 دينار، يعني فوق 20 كتاب عددهم ما يتجاوز 30 دينار، سعرهم ما يتجاوز 30 دينار. فمو بس الأطفال اشتروا لهم الكتب هذه، الناس اللي لغتهم ضعيفة دخلوا على الستوري مالي اوكي واشتروا الكتب هذه، لانه وايد ناس تقول لي مس من وين ابدا اذا انا لغتي حيل ضعيفه. تبدي من قصص الاطفال لان لغتهم تكون بسيطه. صح يمكن قصص الاطفال شوي ممله خياليه زياده عن اللزوم وكذي، لكن كون انت لغتك ضعيفه انت خلاص الحين انت مو قاعد تقرا تبي تستانس، انت قاعد تقرا تبي تطور لغتك صح. فنبدي من هني، فتشوفون الاكونت عندي بالستوري. فيني فضول أعرف ممثلتك المفضلة من هوليوود وأفلامك المفضلة. أجاوب ولا بعدين يقولون مو تربوية؟ مسلسلها المفضل فريندز. صح. بس يعني للأمانة ما يعني أحب الممثلات الكبار، يعني العريقات خلونا نقول نيكول كيدمان وشي، ما أحب اليدد هذولا. حتى الممثلين احب الكبار، احب الافلام السنعه. والافلام ما عندي شيء معين يعني، بس احب افلام الكرايم صراحه، الكرايم موفيز وايد احبها، افلام الجريمه. وش معنى التصريف الثالث باللغه العربيه؟ اوه سؤال صعب هذا، شنو تصريف ثالث بالعربي؟ هي اساسا الكلمه بالعربي، بس ان بالعربي ما عندنا كافعال، ما عندنا شيء اسمه تصريف ثالث باللغه العربيه. ما في افعال بالتصريف الثالث، يعني عندنا مثلا يكتب هذا المضارع، كتب هذا الماضي، ما عندهم تصريف ثالث. لا بالانجليزي احنا عندنا write wrote written، ما ادري ليش بس يعني. احنا بحادي عشر، شنو تنصحينا؟ طوروا لغتكم استعدادا حق القدرات السنه الجايه. شنو الحل حق النسيان؟ النسيان ممكن يكون سببه اما مثلا ان الذاكره ما تكون قويه، فبالحالة هذه كثرة التدريب تساعد. أو الشيء الثاني الشيء الثاني السبب قد يكون إن طريقة الدراسة ما تساعدك. شلون يعني؟ يعني أنت تكون طالب بصري وأنت قاعد تدرس بطريقة غير بصرية،
أو إن أنت تكون طالب سمعي، وهذه الحالات تتكرر وايد، إن أنت تكون طالب سمعي لكن قاعد تدرس بالطريقة البصرية. يعني مثلا أنت تكون بالامتحان، هذه تصير معي وايد، الطلبة يقولوا لي مس أنا أسمع صوتك بالامتحان، أتذكر صوتك بالامتحان، لأنه يكون شايف الفيديو مالي فيسمع صوتي بالامتحان براسه، يعني مو صدق يسمع صوتي بس إنه براسه يتخيل صوتي. عرفت شلون؟ ليش يصير كذي؟ لأنه هو طالب سمعي فيتذكر الشيء اللي يسمعه باستمرار. عرفت شلون؟ فإذا أنت طالب سمعي، إذا أنت طالب سمعي فأنت محتاج إن أنت تسمع بكثرة. فيمكن أحياناً النسيان سببه إن أنت طالب سمعي وقاعد تدرس بالطريقة البصرية، يعني تمسك الكتاب كذي وتقعد تقرأ تقرأ تقرأ، هذه طريقة بصرية لأنك أنت قاعد تشغل عينك فيها. فيمكن أنت محتاج إنك تسجل صوتك وأنت تقرأ وبعدين تسمع التسجيل، هني يمكن راح تتذكر أكثر. عرفت شلون؟ ليش؟ لأنك طالب سمعي. فجرب الطريقة هذه. صح والله باختبار القدرات كنا أسمع صوتك. إيه بالضبط بالضبط، معناته أنت سمعية. الأفعال بالإنجليزي شلون أعرف إن هذه verb 3 أو verb 2 أو verb 1؟ في شغلات تكون واضحة وفي شغلات تنحفظ، يعني مثلا write wrote written تنحفظ، بس غالبا إذا كانت نهاية الأفعال en أوكي غالبا يكون verb 3 أو تصريف ثالث، غالبا إذا كان في en نفس fallen written. شنو بعد عندنا؟ driven مثلا، غالبا إذا كان en معناته الفعل بالتصريف الثالث. أيضا عندنا الأفعال اللي مثل، خل أرفع بس الورقة، مثلا sing أوكي بالتصريف الثاني تصير sang، وبعدين بالتصريف الثالث تصير sung. عدل؟ عندنا أيضا عندنا sing، وعندنا شنو بعد؟ drink مثلا أوكي. فشنو تصير sink؟ تصير sank وبعدين sunk. عندنا drink تصير drank، كتبت دي غلط، drank وبعدين شنو؟ وبعدين تصير drunk. عدل؟ فهني شنو الأفعال اللي تكون بالشكل هذا، اللي تكون I إذا صارت A هذا تصريف ثاني verb 2 حلو، أما إذا صارت باليو كذي معناته هذه verb 3. يعني في أفعال بهالوزن تقريبا، خلونا نقول عرفتوا. جامعتك كلها دبلوم؟ لا فيها بكالوريوس، فيها بكالوريوس. أحب أشرح حق نفسي وأكون حافظة يوم أجي أراجع ولا شيء أستفيد منه؟ ما فهمت. أنا صفر إنجليزيتي وأنا بـ11 أبي أصير توب بدون مجاملات، شلون أصير بروفيشنال بالإنجليزي؟ أبي أبلش صح. أول شيء لازم نحط حق نفسنا أهداف صغيرة أوكي. مثلا أنت تبي توصل هني، لكن أنت أساسا مستواك هني، زين ما يصير تفكر بهذا، ما يصير تفكر بهذا، ما في طريقة أنك توصل بشكل مباشر كذي أوكي. وهذه شغلة هم أنا متكلمة عنها باليوتيوب، دائما مشوارك راح يكون بالشكل هذا. عرفتوا؟ يعني القصد شنو؟ انه يعني راح يكون في عثرات وفي صعوبات وكذا وكذا. فدائما انت شنو تسوي؟ تحط حق نفسك اهداف صغيره. اول شيء فكر بالهدف اللي هني هذا، شلون توصل له، هذا الهدف الصغير الاول. مثلا انا لغتي صفر، بتعلم الاساسيات، اذا انا هني بركز على الضمائر مثلا، اخلص من الضمائر، انا الحين بشتغل على احرف الجر مثلا. بعد أحرف الجر والله أنا الحين أبي أتعلم الأزمنة، هني والله الأزمنة البسيطة، هني الأزمنة المستمرة اللي فيها ING، هني والله الأزمنة اللي فيها perfect مثلا، هني والله قررت أزيد حصيلتي من ناحية القراءة، بحاول أني أقرأ وايد، اليوم قريت 10 صفحات، باكر أبي أقرأ مثلا 20 صفحة، بعدين والله أبي أشتغل على الاستماع، بعدين أبي كذا وهكذا لحد ما توصل حق المكان اللي أنت تبيه. لا تفكر بالهدف النهائي، فكر بالأهداف الصغيرة على الأقل الهدفين اللي قدامك هذولا، أول هدفين. دائما حط حق نفسك أهداف صغيرة. عرفت شلون؟ كذي الأهداف الصغيرة هذه إيه اللي تساعدك إنك تكمل. عرفتوا؟ لكن إذا حطيت لك هدف بعيد وصعب راح تيأس نفسيا، يعني الموضوع أنا أتكلم. عرفتوا؟ مستحيل أفهم من فيديو، صح في طلبة ترى ما يفهمون من
يعني لازم يكون التعليم مباشر. شلون تخصص اللغة الإنجليزية لطالبة مدرسة حكومية ومو بيرفكت بالإنجليزي بالزينة؟ يعني هو من 80 كم تيبين عشان أقدر أجاوبك؟ بس ما له شغل إنك تكونين بحكومة، أنا خريجة حكومة، يعني أنا بس الماجستير درست برا، بس من أول ابتدائي إلى الجامعة كلها حكومة. ثلاث سنين متخرجة وللحين ضيفتك مس وتابعك، والله تينني طريقتك حبيبتي. كنت أشوف الفيديوهات on your channel واستمتع. حبيبتي حبيبتي والله، الله يوفقكم إن شاء الله. هندسة بكالوريوس فيها وقدرات جامعتكم صعبة ولا سهلة؟ صراحة ما شفت قدراتنا شلون صايرة للأمانة، بس أسمع الطلبة يقولون نفس الآيلتس بس أسهل شوية. وهندسة بكالوريوس إيه أعتقد فيها بكالوريوس هندسة وبكالوريوس بزنس أعتقد، مو متأكدة صراحة. شنو اسم أوراقك؟ بروح أشتري نفسهم هذولا، ما أدري يسمونهم فول سكاب، ما أدري. شلون أقرأ إنجليزي صح؟ حلو. تبين تقرين وتبين تتأكدين أن قراءتك سليمة، فشنو تسوين؟ يا أما تشتركين، عندك هذا الموقع اللي هو ستوري نوري، أو تشترين أي كتب مسموعة، أي كتب مسموعة عندك، أي موضوع يعجبك، متروسين بجرير ايش كثر فيه، اللي هم يسمونهم اوديو بوكس. خل اكتبها هني، وين اكتب؟ لحظة، صفحة جديدة. يسمونهم اوديو بوكس كلمة واحدة، فلما تروحون جرير سألوهم قول لهم وين الاوديو بوكس، يودونكم. فاختاروا اي موضوع تبون، رواية تبون، كتب عامية كتب عادية. ها هكزي ماما وخر شوي. انزين ف اوكي وخر حجي، وخر شويه صدقني انا قاعد اتكلم هني، وخر اوكي. فتختارون اي كتاب يعجبكم، فشنو تسوون؟ راح تسمعون بنفس الوقت اللي تقرون فيه، فعينكم قاعد تتبع مع اللي مكتوب، وبنفس الوقت قاعدين تسمعون احد يقرا الكلام بالطريقه السليمه. فيعني هذه ممكن تكون شغله تساعدكم ان تقرون صح. مشكلتي بالجرامر مو بالكلمات، ودشيت الدورة بس هم خربت بالجرامر. ليش؟ معنى المفروض الجرامر أوضح شيء يكون بالدورة. كتبت لك كلام فوق بتأكد إنك قريتي قبل لا أطلع. شنو؟ شنو كلامي؟ شنو كلامكم قصدي؟ شلون أزيد من حصيلة الكلمات؟ أنا حصيلة الكلمات عندي متوسطة، عايزاها تكون ممتازة. انزين، في طريقة أنا حطتها باليوتيوب، بس هذه زيادة حصيلة بشكل عام، مو حق امتحان معين أو شيء، لا يعني يعني بشكل عام، عرفتوا؟ اسمها The Naming Exercise. خل أكتب لكم الاسم، وين هذا؟ أوكي اسمها، اسم الطريقة The Naming Exercise. هكزي قعد شوي، عرفتوا؟ فذا نيمينج اكسرسايز، فهذه الطريقه وايد حلوه، بس يبلها شغل شويه وتساعد عموما، يعني حلوه حق قاعد يصلي. لحظه شوي وخر يا امي، خلاص شبح. انزين فتساعد وايد بان الشخص يزيد كميه الكلمات عنده، خلونا نقول عرفتوا. كم نسبتك؟ يعني ايام قبل نسبتي كانت شيء وثمانين صراحة. أوكي، تشوفين تخصص الهندسة المعمارية مطلوب؟ والله ما أدري، بس الهندسة حلوة هذا اللي أعرفه. دائما أحس بالخوف لما أفكر بالأفعال وتصريفهم وشلون أدرس القواعد. إنزين، تصاريف الأفعال موجودة عندكم بنهاية الكتاب، عرفتوا؟ بنهاية الكتاب كل الأفعال المهمة مع تصاريفها موجودة، فتقدرون تدرسونهم، عرفتوا؟
وايد ناس قالوا لي انه وايد صعب ولا تفكرين فيه، بس انا عاجبني ودي اجرب بس ما ودي اتحسف. اللي هو شنو؟ ابوي دارس برا ويعصب اذا قلت حق المس تيتشر. يقول شنو تيتشر؟ صح بلا، ما يقولون تيتشر، بس بالكويت او يعني ما ادري. يعني انا اول مره اسمع تيتشر هني بالكويت، بس عاده اي مس. انا عبالي انت تسوين تمهيد انجليزي للطلبه وامتحان قدرات منك بكليتي. لا لو انا احط القدرات لو انا احط القدرات لا اكره القطط. ليش حتى لو تكرهون القطاوه لازم هكزي تحبونه. يا حبي لهكزي الكيوت، شوف شلون، شفت الناس تحبك يا الجيكر. انا تخصص انجليزي اول سنه، شلون اطور نفسي؟ اوديو بوكس، نصيحه، او برنامج اودبل، يا اما الاوديو بوكس يا اما برنامج اودبل، واحد منهم. دائما مصمم يطلع باللايف والستوري، دائما ما اقدر انحاش منه. لما كان صغير كان هادي، الحين حبيبي صاير وايد شيطان. تنصحين بكابلي؟ اي بس ان لا تعتمدون عليه 100%، بس يعني حلو كممارسة يفيد. انا ببريطانيا حاليا مبتعث، ضيفك من 10 وشفتك فاتحة لايف وقلت ادش اشكرك، لان من 10 ل 12 وانا كنت ادرس من قناتك باليوتيوب حبايبي، وتابعك بسناب، وشكرا على مجهودك وشخصيتك حبايبي. الله يوفقكم ان شاء الله يا رب حبايبي، والله I'm so proud of you. حبايبي سهام وأم حمد، thank you so much. تخصص الإنجليزي يقولون وايد صعب، والشاطر ما عداه، فشنو تشوفين أحاول فيه؟ لا مو لهالدرجة، لا. والدليل إنه وايد ناس مو شطار باللغة وطلعوا كهما الحين مدرسين سيئين باللغة، شلون اجتازوا عيال عرفتوا؟ ما ودي ادش بتفاصيل، بس مع الاسف ناس وصلوا حتى توجيه ولغتهم ضعيفه، ما ادري. شنو تفضلين تحبين اكثر، اللهجه البريطانيه او الامريكيه؟ احس البريطانيه فخمه والامريكيه اكثر انتشارا منها. صح اتفق، البريطانيه وايد حلوه، الأمريكية منتشرة أكثر والناس تحبها أكثر، ما أدري ليش، بس البريطانية أنا أشوفها أرقى، وايد أرقى. أي وأنا خصوصا لما احتكيت يا هكزي يا أمي حبيبي، خلاص أوكي قعد خلاص، بس لا تسوي إنزين. أحس لما اشتغلت مع أجانب هني عرفت إن أنا ترى كلش لغتي مو يعني، لما شفت اللهجات المختلفة، الأسترالية شلون صايرة، النيوزيلندية شلون صايرة، عرفتوا الأمريكية شلون صايرة، انزين. فلما شفت اللهجات المختلفة هذه، لا ترى الإنجليزي مو بس بريطاني وأمريكي، سمعوا اللهجة الأسترالية تهبل صراحة. بس أي هي الأفخم من وجهة نظري أنا؟ البريطانية، وهذا قاعد بالضبط قدام الكاميرا بالضبط قدام الكاميرا. اوكي اعتقد خلصت الاسئله، نمشي. ها نمشي هكزي، شبح شوف جيكر صاير اليوم. ايش رايك بكليه العلوم؟ جاوبت، قلت رايي بالكليه. شوف أصلا بينام بس معاند. أوكي أعتقد خلصت الأسئلة، فالله يعافيكم يا رب. خلص دم خلصت الأسئلة، نشوفكم إن شاء الله على خير، وسامحونا على القصور، حاولت أن أجاوب قدر المستطاع، بلا عيمي قامت تعورني. إن شاء الله راح أحفظ البث إن شاء الله بإذن الله. اوكي بالتوفيق جميعا، الله يوفقكم ان شاء الله. وايد استانست اني سولفت وياكم، من زمان ما طلعنا لايف. ايش رايي بتخصص القانون؟ والله ما افهم فيه صراحه، بس اعتقد احنا محتاجين ناس تفهم بالقانون يعني، عرفتوا؟ اوكي يلا موفقين حبايبي، ونشوفكم ان شاء الله على خير.